دخلت اللوبي لو لسه دخلنا احنا ثاني. لايف حاليا. مساء الخير everybody, welcome back again. شلون صحتكم؟ رجعنا وياكم اليوم الخامس من بطولة دوتا 2 عراق. طبعا هذا البطولة برعاية شركة اسيسيل الراعي الرسمي للاتحاد العراقي. اليوم عندنا لعبة حامية بين فريق تشريب جيمينج وفريق ذا ليجند. طبعا شكيل ويانا المحلل والمنظم مال اللوبيات اكيوتاتشي. اهلا وسهلا, اهلا فيك بالفقار. شلون صحة؟ الحمد لله. اليوم الحمد لله. اليوم اخر فريق عظامة يعني بعدهم عايشين, فريق تشريب جيمينج صمون وقليتين طلعوا واي واي. هسه باقي عندنا بس تشريب. زين شغلاتنا بس تشريب. نشوف اللعبة بين تشريب وصمون بس ما صارت. ياب. طبعا حاب نذكر مرة ثانية انه البطولة هذه راح تكون الجائزة مالتها عبارة عن 1,000,000 دينار عراقي مقدمة من شركة اسيسيل, بالاضافة الفريق الفائز راح يمثلون العراق ببطولة العالم في سنغافورة. اي كيو تاتشي حاليا فريق تشريب جيمنج, احنا شفناهم اول ماتش لهم راحوا بندوا كل السيف لينات, يعني السيف لين شوكو هيرو سيف لين بندوا جاكنوت بندوا سلارك بندوا كلهن. ما قلنا نشوفهم اليوم نفس الحالة؟ لا هسه نشوف حاليا غير شيء, انه بندوا اندايغ وبندوا نت ستوكر. اوكي نشوف غير شيء. زين اوكي, انت متبند اندايغ, شنو الادفان يعني شنو الديزادفانتج اذا خليته كبان على اندايغ؟ احنا ما شفنا فرق هوايه تلعب اندايغ بهذه الماتشات, بس فريق بي تي كي يمكن بالماتشات اللي فاتت. لا اجى اتوقع جيم ثانيه ماتين اكثر من جيم اجى, بس انا اقول لك انه اكو هيروات انه يسوي لهم دقر اندايغ, فانه ما يردوا بالجيم اصلا. اوكي علي من احنا خاصه بالبدايه بالسكل الاول مالته. اوكي يب. بس انت لا تنتبه لي, فريق ذا ليجن عندك رايحين بندين اومينايت. في الجيم اللي فات فريق تشريب جيمنج كان عندهم كومبو كلش حلو, اتوقع بانيشر ويمكن بلوعه ما اعرف صراحه بالضبط, اخذوا اومينايت وسان كينج, كان كومبو خرافي يعني بحيث دمر الفريق دوب. المقابل ياب فريق كينجدوم يعني ظلوا باقين بالهاينج جراوند بالبيس مالتهم وكلش اذاهم اومنات وما قدروا يقولوا اي حل, حتى ما نعلم انه تشان ستور موجود عندنا بالماتش هذا, فراحوا عليه اول واحد بندوه بفريق الداير فريق ذا ليجن. يعني هاي الشغله زينه انهم متابعين اللايف ستريم. عندك حاليا تشوف البيك الاول وينتر فريق اللي هو تشريب. ياب اول بيك لهم رايحين وينتر بوزيشن 5 شي اكيد. ياب على الاغلب يعني صعب انه يروح بالويا الاوف, فاكيد بوزيشن 5. اوكي بالنسبه بالجهه المقابله عندنا فريق ذا ليجن عندهم بيك حاليا اقل من 3 ثواني بالاضافه الى الاكستندد تايم اللي عندهم. خلينا نشوف شو راح ياخذون اول بيك وشنو البوزيشن 5 اللي راح يلعبوه بهذا ال هذا التورنمنت. اوكي حاليا نشوف سايلنسر اللي هو اول بيك من فريق ذا ليجن. اي كيو تاتش شنو رايك بسايلنسر وشنو البوزيشن حاللعب؟ لان نحرف احنا بالابديتات الاخيره سايلنسر صار مين جرع بالابديت الاخير. يعني صدق سايلنسر حاليا من جرع من اكثر الهيروات اللي وين رايح حاليا, فيعني البيك مالته وخاصه انه هو سايلنسر الكامبو مالته اللي دا يصير ويا السكول الاول مالته, فبيك كلش حلو من عندهم انه جابوا سايلنسر الالتيمات اللي الفايتر راح يستغله, وهو اصلا الهيرو قوي انه وين ما يلعب حاليا الهيرو مرعب تمشي ولا حتى لو لعبوه هارد سبورت فهو كلش حلو. عادي يلعب ميد عادي كلش عادي يلعب. خلينا نشوف هنا انا او ماي جاد مان ماغنوس العراقي باك اجين مره ثانيه. طبعا ماغنوس هو اكثر هيرو تم عمل الى بيك بالبطوله لحد الان, تدري ولا لا؟ اي صح. باح شفنا لوتشي قلبه كاري بالماتش الارمل اول ايتم. ياب جايب ارمل اول ايتم وما شاكر صراحه, يعني قدر يمشي نفسه بالماتش اللي عنده. بالجهه المقابله عندك فريق ذا ليجن رايحين سناب فاير هم عندهم كبيك ثاني اللي هو شو البوزيشن حتى لعبه؟ حتى سناب فاير من اكثر الهيروات اللي مبكت بالبطوله. اثنين اتوقع مارتين اتوقع الثالث بيك لو الرابع حماتين. اكو جيم وديه بطا يعني كان لعبه وديه. يب اوكي شوف للبان اكيو تاتشي حاليا من فريق ذا ليجن راحوا بان على انتي ميج. بالجهه المقابله تشريب جيمنج هم بلشوا بسلسله الكاريات اللي ارز جاجرنوت هسه هم يلحقوا له سلارك انتي ميج تبنت من الفريق المقابل كلهم حيشيلوهم. شنو رايك بهذا الشيء؟ يعني يقول لك احنا يعني بند الهيروات السهله بالبدايه, شنو رايك كجوجرنوت وارزا؟
هم حاليا خالين راسمين ببالهم خطه انه يقول لك اذن الهيروات ما نريد نجيبها ضدنا، يعني يورزت جيجرنوت سلارك يقول لك احنا راح نجيب هيرو انه خالين هسه ببالهم هيرو انه يردون يجيبوه، فيقول لك ما نريد نبقى ان الكار احنا راسمين البدايه احنا راح نجيب هذا الكاري، بس خوفك انه ذا بندول فريق الخصم. ياب حاليا بالشاشه قدامكم راح تشوفون اكثر هيروات تم عمل لها بيك بالماتشات مال البطوله. عندنا ماغنوس اول واحد، ستورم، نايت، فايبر، فينجل، فول سبيريت. فينجل فول سبيريت ما توقع فازت ولا ماتش، بس دائما اخذوها بيكات اكيو تاتشي. يعني شفنا فريق خاصه اللي ويا الفريق، ويا الفريق اتوقع فريق صمون اللي خسروا اللي الكامبو ويا فويد ياب سبيريت. ياب الكامبو كلش كان حلو، اللي خاصه اللي قتلوا بفانتوم اساسا اساسينيشن فانتوم اساسينيشن فكان كلش اللعب حلو يا راحت طارت فانتوم اساسينيشن نو بليز بندت بندت ما راح نشوفها بالجيم. شوف صراحة يعني اتوقع حيصير نفس السيناريو، نشوف فريق تشويب جيمنج رايحين مونكي كينج بالسيف لاين مالهم، ما اعرف بس الكاريات كلها ان شاء الله ممكن ممكن، لان عندك حتى ماغنوس انه ويا ماغنوس كلش حلو. اوكي مدوسة ثاني مرة بالبطولة يتم عمل الهابيك، اول مرة يمكن اليس كوات اخذوها بالراوند الاول يقدروا يجيبون بها رامبيج، للاسف احنا ما قلنا يعني ما نقدر نسوي كابتشر يعني لللايف ستريم للعبة مالتهم، بس نعرف انهم سووا رامبيج بمدوسة لان كنا على اللايف على غير لعبة، انه لعبتي يعني بكل وقت تبدي يمكن اليوم الوحيد اللي راح تبدي بس هاي اللعبة في هذا الوقت. اليوم الوحيد لين فريق أندرغراوند يعني صار عندهم التزامات فاتفقوا الفريق ان يأجلون اللعبة اللي باكر، فباكر هم راح يكون عندنا ستريم للعبة أندرغراوند بالبطولة مالتهم. اكيو تاتشي حاليا عندنا 3 بيكات بالنسبة لفريق ذا ليجن اللي هم رايحين سالنسر، سناب فاير، مدوسة. شنو الكومبو اللي ممكن يطلعون من عنده؟ او ممكن نشوف تيم فايتات منهم اللي يلعبون ليد جيم ايرلي جيم، شنو رايك بهذا الثلاث هيروات؟ عندك اذا تشوف لي انه بك مدوسه انه مجهزين هالوضعيه انه بس بندولها انتي ميج، بندولها فانتوم اساسا، بندولها سنايبر، مع العلم انه انتي ميج وسنايبر اللي هي او ماي جاد مان ايتاتشي انفوكر از باك اجين من فريق تشريب جيمنج، يمكن هاي ثاني مرة يتبيك انفوكر ورا بيك سريع زفين بالنسبة لفريق تشريب جيمنج. الميد لين والسيف لين راحوا وتبيكت صح؟ بكت اكيد، يعني انفوكر حاليا نشوفه انه على الاغلب سيف لين، ما معقول انه يلعب بوزيشن فور على الاغلب، مستحيل نشوفه بوزيشن يعني لا عادي وين اللعب، عادي اللعب اوكي حتى هارد سبورت يلعب، بس ما اتوقع حبيبي والله ما شاء الله عليك. لا عادي عادي اللعب صدق. اوكي زين اوكي شنو هي البطوله؟ انه ما اعرف يلعبوا ولا لا ما ادري دوت اكيد. انت البطوله عندك هذه بيس اوف فان، يعني تخسر الماتش برات البطوله انت، يعني انا للاسف البارحه كانت بس ترى من الهيروات القويه ترى انه خاصه بالجولد سناب اللي يسويه ويا التيم مالته بالبدايه انه يلعب يساعدهم ترى كلش هيرو قوي. انا صح ما شايفه غير الميد، انا ما شايفه بس الميد يعني صراحه انا اللي كذب عليك. وخلينا نشوف فريق تشريب جيمنج شو راح يسوون، حيسوون تشريب راح يمشون ويا الشغلات الستاندرد يعني وتمشي الامور مالهم يلعبون ميد، بس انا اتوقع حيلعبون ميد لان انت شفت البيك مالهم سريع قبل، اخذ لي انفوكر وخذ لي زفين وفضت الراحه يعني فضت واحد حتى شنو الفريق المقابل ليقعد البانديا الاخيره يروحون بان على هو اصلا عنده كامبو يا ماغنوس يعني اكيد يلعب ميد حاليا، فانا قلت لك من صعبه انه قلت لك ممكن يلعب بس ما راح يلعبوا بهذا الجيم، لان عندك ماغنوس كامبو وزفن بالبدايه عنده ستان قوي ويا سان سترايك البوكر، فاكيد انه راح يلعبوا ميد. اوكي البوزيشن الاخير اللي بالنسبه لهم اللي هو البوزيشن 4 صح؟ لو حيروح شنو الوضع يعني تاجي بالنسبه لفرق تشرب جيمنج؟ والله حسب اللي نشوفه انه يكون المفروض انه يروحون بوزيشن 4 حاليا. اوكي فريق ذا ليجن بجهه الداير رايحين بيك تايت هنتر، واحنا البارحه شفنا التايتن تبع الفريق بيبي رايت شديد صراحه بدع بالماتش، تيم فايتات مالته كانت كلش حلوه وقدروا يفوزون على فريق 8014. باندات حاليا سريعه راحوا فريق ذا ليجن باند على تانكر، بالمقابل انت عندك فريق تشريب جيمنج رايحين فويد وعندهم اخر باند اللي هو كوين اوف بين. ايش عجب راحوا كوين؟ اتوقع لحد الان انه شاك انه فوكر يلعب، ما ادري ليش عندي شك بنفسي يلعب ميد انه راح يروح، لا انه راح احس انه راح بيكون غير هيرو ميد.
ما ادري ليش، انا بس هنشوف. خلينا نشوف. احنا ما نعرف صراحه فريق تشريب جيمنج شنو البيك الاخير اللي حياخذوه. نعيد مره ثانيه التوب 5 بيكس حاليا اللي موجوده عندنا قدامكم بالشاشه: ماغنوس، ستورم، نايت ستوكر، فايبر، بالاضافه الى فينجل فول سبيريت. اربع بيكات مقابل اربع بيكات، واخر باند راح بالنسبه لفريق ذا ليجن، رايحين باند على تانكر وفايبر. شنو رايك؟ يعني ما اقول لهم ما قاموا يفكرون، نقول لك احنا ها شنو هذه؟ هذه انفوك ايش راح يلعب؟ ميد باك ثالث بيك؟ يعني ما اقول يشوف شيء بحيث ضيع على فريق ذا ليجن باندات اثنين اخيره لهم. ما اعرف ما اعرف، بس هي الباندات الاخيره انه خاصه المدوسه البدايه هم صعبه ترى، انه حتى ضد تايد يعني الباندات هنا اصلا حتى لو ما لعبن ميد انه هي مادات صعبه، مو انه شرط خسروهن كهيروات ميد. باندات صحيحة، تنكر وفايبر. عندك يعني أكيد تعرف الملاحظة، فايبر بكل الماتشات أنا لاحظت الديموات بكل الماتشات يأخذون فايبر يفوز باللين ماته، بس ما يفوز الماتش. يعني ها في شاء الله يعني جيم الفايبر راحوا بندور. هو 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 فايبر معروف إنه دائما اللين ماته يفوزه، قليل إنه يخسر الميدل، قليل كلش قليل. أوكي حاليا باقي إيتاتشي 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 ريزر. اخر بيك باخر خمس ثواني راح فريق تشريب جيمنج وجابوا ريزر اخر بيك لهم. ايتاتشي كمل شنو تقول؟ والله كنت احكي على فايبر، قلت لك انه حتى لو خسر اللاين مالته انه من ناحيه الفارم انه يقدر يفعل السكيل الثاني مالته ويطب جنجل ويرجع للميد فرم، يعني صعبه انه يخسر اللاين مالته. بس انه مو شرط انه اذا ياخذ فايبر انه يفوز وبالاخير يخسر، لا انه حسب التيم، تيم ورك بعد يحكم بها. ياب حاليا فريق ذا ليجن عندهم تقريبا اقل من 25 ثانيه حتى يجيبون اخر بيك بالنسبه لهم. فريق تشريب جيمنج خلصوا كل البيكات مالتهم، مسوين لهم خوش يعني صراحه خوش تشريب عندهم، يعني ماغنوس انفوكرز فين انت بهيش حاله مثل ما قلت. انفوكر راح يلعب بوزيشن 4. انفوكر والله ما اعرف انه هسه رايزور او انفوكر يعني اوكي يعني وات ماغنوس بلمنتي من عنده اوف لاين، يعني راح يلعبوا يا انفوكر قصدك او شنو الوجبه؟ صراحه ما اعرف. انا السبيكات راح نشوفهم بالجيم. واخر بيك بالنسبه لفريق ذا ليجند رايحين بيك ستورم سبيريت اللي هو هم من اكثر هيرو تم عمل الى بيك بالبطوله حاليا. البيكات حاليا خلصت من الفريقين، عندنا فريق تشريب جيمنج رايحين بيك على وينتر، ماغنوس، انفوكر، زفين، وريزر. بالمقابل عندك فريق ذا ليجند، سايلنسر، سناب فاير، مدوسا، تايت هانتر، ستورم سبيريت، اكيو تاتشي. منو تحس الى ادفانتج ببدايه الجيم وراح يبلشون عركه من البدايه؟ وليش؟ والله اذا تحكي على العركه من البدايه فاشوف انا انه الافضليه الفريق تشريب، انه عندهم استانات قويه، عندهم الريزور بالبدايه انه السلك مالته فيعني اشوف الافضليه لهم بالبدايه. بس من ناحيه كامبو قوي وكتيم وورك صحيح، انه اشوف الفريق ذا ليجند هوايه احسن، يعني عندهم الرابج، عندهم الالتي مال سناب فاير، عندهم مدوسة الالتي مالتها، عندهم ستورم. بس بنفس يعني الوقت ماغنوس موجود اكيو تاتشي. ماغنوس لا تنسى انت عندهم سايلنسر، فيعني انه سايلنسر يعني هم مشكله راح يصير. يب 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 صح كلامك 100%. خلينا نشوف حاليا بلش الجيم. خلينا نشوف البوزيشنات مال كل فريق، كل الوعيب مال كل فريق من اللي دي نشوفهم قدامنا، الايتمات اللي ماخذيها. خلينا نشوف اكو سموك لو لا. حاليا اذا اشوف لين فوكر انه هو راح يلعب بوزيشن 4. هذا شوف لي ياب. خلينا نشوف وين انفوكر. اوكي بيبي انفوكر راح يروح يلعب بوزيشن 4 اول مره. اكيو تاتشي يمكن اول مره بالبطوله انا اشوف انفوكر يلعب ببوزيشن 4. هل راح يتوافق يعني فريق تشريب جيمنج راح يتوافقون بهاي الشغله ولا لا؟ عادي عادي راح اشوفه هسه، تركز عليه بالجيم وراح تشوف اللعب انه كلش عادي انفوكر يلعب بوزيشن 4 لو 5. خلينا نشوف. تتخيل انه بالتحديث الاخير انه تانكر عادي يلعب بوزيشن 5. ياب هاي انا اعرف بها هذه الشغله، بس كانفوكر يعني مثلا شنو الايتمات اللي المفروض يبنيها حتى يمشي وضعه؟ يعني حاليا تشوفه طالع للتوب جنجل. تشوفه حاليا ايش يبني ايتم؟ يعني معروف ايتماته. ياب خلينا نشوف شو راح يصير بهذا الماتش، وخلينا نشوف فريق تشريب جيمنج شلون راح يقدرون يضبطون وضعهم ويا انفوكر، شنو الادفانتج اللي ممكن يحصلوه ولا لا. طبعا كالمعتاد عندك هنا واطي موجود بالسيف لين،
لعب ذاك الجيم الفات، لعب مونكي كينج بنفس الوقت. تشوف هنا كلهم راحوا باسيف، كل واحد اخذ الباونتي مالته، كل من اخذ حصته وطفروا. هذا يعني صراحه فشي كلش طبيعي. شوف يعني فريق اندر جراوند سووا نفس الحاله، فريق فريق تشويب جيمنج هم كذلك نفس الحاله. البوزيشنات اللي تشوفوها قدامكم، عندنا هنا انفوكر موجود بالتوب لين، عندنا هنا سموكر هم كذلك بالتوب لين، بالميد لين عندنا بانيشر دي يلعب ميد لين مقابل ستورم، بالسيف لين موجود عندنا واطي، بالاضافه الى بلوع دي يلعب وينتر البارد. بالجهة المقابله عندك فريق ذا ليجن رايحين تايت هانتر وسناب فاير بالاوف لين، بالمقابل عندك ستورم هم شفنا هذا هنا، ومدوسة عندك بالتوب لين هو وسالنسر. خلينا نشوف هنا ايش راح يصير، من راح ياخذ اول فيرست بلاد؟ اكريتاتشي. من يصير عركه قبل قل لي عليها، اوكي؟ هاي اهم شغله. حاليا اثنيناتهم رايحين باسيف، ازجين دي يلعب اموره تمام، اكو داجر دي يصير فوق بالتوب لاين من انفوكر وسايلنسر بنفس البوزيشن مالتهم. الاثنين دي يحاولون يسوون سبيسنج للهيروات الموجوده عندهم. اكيوتاتشي كميد لين، منو يفوز اكثر، ريزر او ستورم؟ لا ريزر الافضليه، بس انه ستورم اقوى، انه فرصه ياخذ كل هماتين، بس مو اكثر من ريزر. اوكي خلينا نشوف، حد الان ماكو ولا فيرست بلاد. كمل كمل لي تاتش قلت، بس اقول لك انه الافضليه انه حاليا الستورم، لان حاليا كدمج انه لا الافضليه، خاصه انه بالسكول الثاني مالته. يب خلينا نشوف حاليا واطي بيحاول يسوي فارم بالسيف لاين مالته، حاليا هو عنده 10 لاستات مقابل 2 لاستات. نشوف ان انا اكو داكر حاليا من داك سناب فاير بالسيف لاين الخاص بفريق الريديانت. بالجهه المقابله عندنا انفوكر اول مره نشوفه بالبطوله دي يلعب بهذا البوزيشن صراحه، فخلينا نشوف هل راح يكون افكتد بهذا الماتش او لا. بنفس الوقت سايلنسر بيحاول يسوي داكر على التيم، بالميد لاين الامور تمام، هنا أنا داجر دي استمر عندك بالتوب لاين، ماكو لحد الان ولا فيرست بلاد من الجهتين. جيم حامي اكيوتاتشي، وانا متحمس اكثر لاشوف انفوكا ايش راح يسوي. لا لا راح تشوفه انه الجيم كلش حامي، خاصه بالكامبوات اللي موجوده عندك. ياب ومتحمس اكثر السالفه السايلنسر، انه شلون راح يقدر ياثر بالجيم ضد ماجنوس وبوجود تايت هانتر طبعا شيء اكيد. ما عندهم كامبو كلش قوي انه ويا فرايد انه رافج والتي سايلنسر يعني. اوكي حد الان ولا واحد الزرقة عيونه، خلينا نشوف اذا اكو تيم فايتات. حاليا شويه صار اكو دقر كبير هنا بالتوب لين من انفوكر على سايلنسر، دي يحاولوا انه يسوون فارم قد ما يقدر مدوسة حتى تساعد بهذا الماتش. اكيد شنو رايك مدوسة وشنو المفروض انه البيلد مالتها يكون ليت جيم او ميد جيم، شنو الوضع مالها؟ نو اشوف ان انه مدوسة حاليا انه هي تروح على الاغلب انه تروح بالبدايه ماسك على مود الفارم مالتها وتروح وراها مانتا ستايل، انه اشوف هاي بالبدايه بعدين انه تروح على سوف سكادي، يعني هي ايتماتها المعروفه بس يب اشوف انه مدوسة صعبه هنا خاصه ضد سفن وحتى انفوكر انه راح المانا اللي راح ياخذها من عندها شويه، بك انفوكر كلش حلو هنا بس لحد الان انا ارشح التيم الداير اللي هم الافضليه بالتيم. شوف انا احس اكو حيجي 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 فيرست بلاد بالتوب لاين، يعني اكو دي يصير عركات بيناتهم، اي دي يصير دقر بيناتهم وبين انفوكر، فاكثر مكان يعني الحديده حاميه هي بالتوب لاين. حاليا سيف لاين اموره مرتاح، يعني زفين 18 لاسد مقابل 3 دينايدات، سناب فاير موجود هنا بالاضافه الى بلوعه هم كذلك موجود مقابل دوك. شوف اللي هنا ممكن نشوف كيل على سناب فاير، سناب فاير درب الطفره دي يحاول فريلا اتش بي، زفين قافل على السالفه اونلي 1 هيت وراح يجي اول فيرست بلاد من واطي، اول واحد الزرقت عينه هو دوك او سناب فاير بفريق ذا ليجند. اوكي انت شنو اللي صار بالسيف لاين؟ عندك انت وينتر، وينتر وستانز فين، وينتر مو بنس لو اللي يسويه كلش عالي وانه ستانز فين، فيعني انا بدي اقول لك قبل ما راح يموت انه كل بالتو راح تشوف كل بالبوتوم. ياب خلينا نشوف حاليا عندنا الميد الامور رايحه باسيف، 24 لاست هيت بالنسبه ذا بانيشر بالميد لاين، بالمقابل عندك ستورم هم عنده تقريبا 14 لاست هيت، يعني اموره مو كلش تمام مثل ما قلت انت. ريزر عنده اولويه اكثر بالميد لاين من ستورم، بس يقدر عندك ستورم يقدر يرجع بسهوله.
بس شوي يعني شلون شنو قصدك؟ عنده السكول انه مالته الاول، السكول الاول والثالث يقدر يفرم بسهوله، بس بنفس الوقت تشوف هنا بانشر دامج يحاول انه يشيل من يمه دمج ويحاول انه يسوي دقر عليه بالميد، فانا دا احس انه ذا بانشر او ريزر هو المتفوق اكثر بالميد لاين حاليا. يعني اذا حكينا احنا عن نحكي على ستار ممكن نقول بالليت جيم او بعد الميد جيم صح؟ اذا صار عنده سبيس قوي بالفارم، لان حاليا اكو تاج 16 تاسيت اونلي. انا اقول لك انه ستورم انه يقدر يرتاح بالميد لو باي هو يعني بالجيم بدايته ونهايته، انه لما يفتح الالتي مالته انه حتى السلك مال ريزور ما راح ياثر عليه ذاك التاثير. اوكي خلينا نشوف حاليا ستورم ما عنده مانو، اتوقع راجع للبيس هذا حيكلفه هوايه. حاليا نشوف كل التايت او فوق بالتوب لين، هنا اذا نشوف حاليا اوكي هي بالتوب لين ممكن نشوف كل على سالنسر يعني اقرب من تاي. شوف هنا سالنسر وراح مفوكر عليه وجارنتي تو كيل من سموكر بالتوب لين وعلى سالنسر مثل ما قلت لك. تايت هنتر هنا حاول يجيب كل لا لا اوكي راح لوش بي، بس شو قلت لهذا تايت هنتر تاجي جهل السيف انه سيفه انه لويا سناب فاير سيفه بالسكول الثاني مالته، يعني تقريبا وصل 50 اتش بي. ياب خلينا نشوف حاليا نجحنا مره ثانيه، صار عندنا كل ثلاث كلات حاليا صافيه على التوب لين، تو كل مقابل واحد كل بالبوتوم لين. الامور يعني حاليا تبشر بالخير بالنسبه للفريق تشريب جيمنج، مسيطرين على ثلاث لينات، عندهم الميد عندهم التوب عندهم الباتوم. بنفس الوقت تشوف هنا اكو كل من ذا بانشر قدر يجيب وجود الدبل دمج على ستورم وتليبورت متاخر من سناب فاير. مسيطر ذا اكيتاتشي تشريب جيمنج مسيطر بالماتش حاليا، كل اللينات مالتهم كلها امورها تمام. يعني شوف هسه هنا وينتر يعني خلاص يعني عاف زفين يعطي شوي سبيسنج اكثر حتى ياخذ ليفل وياخذ فارم اكثر. بنفس الوقت عندك بالتوب لاين نقدر نقول ماجنوس همين يعني هو التوب لاسايد بهذا الماتش، توب نيت وورث نفس الوقت يعني حصل كلين اتوقع كلين ياب على سالنسر وعلى مدوسة بالضبط. بس اذا ترجع لي الجيم اليوم اللي شفناهن هاي قبل البارحة والبارحة انه جيم 84 تيم انه نفس البداية اللي بدوها حاليا فريق لجن وفازوا بالجيم لان كان الكومبو مالتهم كلش قوي. حاليا ما نقدر نحكم الافضلية حاليا فريق تشريب، خاصة انه هاي الدوتا ما تعرف ايش راح يصير. ياب مثل فريق فرنسا مون راح يسوون كومبو كل شوي قريب الكامبو، حتى عندك فريق بي تي كي فازوا الجيم يعني طبوا هاي جراوند هذا هو اخذوا التوب اخذوا الميد انه بقى هذا هو يعني فازوا الجيم، بس خطا انه المفروض كانوا يرجعون صارت الافضليه المفروض انه يرجعون وخطا من عندهم رجع خسرهم الجيم. فهي الدوتا مبنيه على خطا واحد يخسرك الجيم هذا هو. ياب خاصه باللعبات اللي هي 5 ضد 5 يعني هو كان يعني لعبه حلوه من كلينكس وقتها يعني كان واقف ورا الكريبات اتوقع فريق شو اسمه كان بابلون اي فريق بابلون جماعه فانتوم اساسن يعني شفنا ما قدروا يلزمون كلينكس يعني لا سووا له كمين لا حاولوا يدوروا عليه بالجنجل كانوا مستمرين فارم يفرم بس يفرمون من البدايه انه بداوا يظلوا فقط يفرمون شافوا كلينس متجور يقول لك احنا فايزين على اليمن طب حتى التاورات من البدايه تطب تاورات انه ما يقدر يسوي شيء حتى الويب مال الكريبات ما يقدر انه يقطعه بسهوله ما يقدر ياخذ الكريبات بسهوله بس لما بدا يصعد لما جاب الكهرباء لما هاي يعني كلش انه قام ياخذ ثلاث لاينات نفس الوقت يعني هم اللي خلوه شيء يصعد اكثر شيء. انا اشوف صراحه ان ستورم هو اكثر هيرو تم يعني ميد لين اتوقع اكثر هيرو بالميد سوى له بيك بس ولا ماتش من الماتشات اللي اخذوها قدر يفوز بيها، دائما كانوا يلعبون ديفندد يعني يدافعون على الهاي جراوند. يعني هذا نفس قصه فايبر؟ اي دونت نو مان يعني نسبه الفوز بس ماجنوس قدر يتفوق. يعني احنا البارحه شفنا لوتشي يعني قدر يتفوق باللين مالته وهم اكو جيم ثاني همين همين مشت اموره. فالتوب بيك هم ممكن انه ما تاثر على الماتش اصلا بس خلينا نشوف ستورم هل راح اليوم يقلب الموازين ويفوز جيم بستورم بالميد لين او لا، خلينا نشوف شو راح يصير. اوكي حاليا ماجنوس العراقي ديسكونكتد اللي هو سموكر بالتوب لين، فحاب انه وش اكيد على هذا الشغله في حاله عندك كان مشكله بالانترنت كونكشن وحاب انه انت تلعب كبروفيشنال بلاير
عندك خيارات هواية حاليا، وأفضل خيار عندك إنه أنت تشتري جهاز أسس، أو حتى إذا تريد تفعل 4G على التليفون مالتك وتربطه هوت سبوت هم من الأمور تمام. يعني البينج مستقر، الجيم بلاي اللي تشوفوه حاليا هو من جهاز أسس، البينج 100 يعبر 100، أوكي مرات يعبر 110 105، بس أموره كلش مستقرة وأحسن بهواية من باقي الـ يعني التكنولوجيا الموجودة حاليا. اي كيو تاتشي 4 كلات مقابل 0 كلات، هل الكلات تحكم بهذا الماتش لو لا؟ لا يعني الكلات انه ابد ما تحكم بالدوتا، صح انه تحصل فلوس من عندها، تحصل نت وورث، تحصل افضليه لك، بس ما تقدر تعتمد عليها ياب حاليا. رجع عندنا ماغنوس للجيم، ياب رجع مرة ثانية للماتش، سوى ري كونكت، أموره تمام. راح ممكن انه يشوف الجيم يمشي. انا اللي شوف عجبني واطي قدر يجيب كل او كله، شو بقول خلينا نتاكد، واطي قدر يجيب كل بالبوتوم لاين. ذاك الماتش ما شفناه صراحه مونكي كينج، يعني كان فريق سان كينج واومناي كانوا متفوقين اكثر، ف يعني ما شفنا ترك بصمه بالماتش هذا، فخلنا نشوف اذا هذا الماتش راح يسوي يعني في شيء تقول كلش انه قوي. سان كينج واومينايت، اومينايت اللي هو ما يخلي واحد يموت بسهوله، ونفس الوقت سان كينج ستان، فيعني شويه كل الصعبه. ياب 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 كومبو، انت شفت لي فريق ذا ليجند قبل راحوا باند على اومينايت، يعرفون ان هذا الكومبو راح ياخذ الفريق تشريب جيمنج العظامه. فخلنا عندك نشوف حاليا ترى عندك من اقوى الكامبوات زفند واومينايت. اوه ماي جاد مان، اي كيو تاتشي ممكن نشوف كل حاليا من واطي، بس تايت هانتر مثل ما قلت لك شي كتله، يعني راح يشوف قبل هيا نفسه ورجع للسيف لاين. يحاولون هم بنفس الوقت انه فريق تشريب جيمنج يحاول يفرم قد ما يقدر، وبنفس الوقت يحاول يسوي دقر على على الفريق المقابل، فريق ذا ليجن. ستورم حاليا واحده بالميد، يحاول شوي صار عنده سبيسنج يفرم بالميد. ذا بانشر يعني خلينا نشوف ايش راح يسوي، بنفس الوقت رجع مره ثانيه يحاول يسوي دقر على ستورم. انا اشوف يعني مثل ما قلت اكل تاتشي ذا بانشر او ريزر هو الادفانتج اكثر بالماتش هذا. بنفس الوقت عندنا هنا السايلنسر دي يحاول يسوي استكات بالنسبة لمدوسة حتى ساعدها باللايت جيم، خلينا نشوف شنو اللي حيصير حاليا. بنفس الوقت تايت هانتر وسناب فاير موجودين بالبوتوم لين حاليا، ولا كيل بالنسبة لفريق ذا ليجن. اكيد تحتاج تنتبه على اللاينات مال الفريقين، تشوف انه شلون فريق تشريب جيمنج مسيطرين على اللاينات كلها، مسيطرين بس نفس الوقت انه عندك هسه حاليا مدوسه دخلت جنجل، انه اذا التيم مالتها سوى لها سبيس للجنجل، انه خاصه ان انا من فرضا دقيقه 20 اعطوها سبيس صحيح، ما اتوقع انه راح يقدرون يفوزون الريدنت. خلينا نشوف هل يعني انا ما اتوقع فريق تشر راح يقدرون يفوزون اذا عافوا مدوسه تفرم براحتها بالجنجل. اذا زين انفوكر حاليا اتوقع راح يروح لها. اوكي هو شيء كده هيحاول يسوي دقر عليها، يعني شوف هنا تورنادو راح على مدوسة وفاح منها مانا اكستراكشن، ممكن نشوف عليها كل لايف فيري لو اتش بي، ودي يحاول يسوي عليها رايت كليك. بنفس الوقت ماجنوس هنا موجود، حاول انه يجيب عليها كل، حاول انه يضيق عليها الفارم بالجنجل مانها مثل ما قلت اكيو تاتشي، لان يعني مدوسة اذا فرمت وراحت باللايت جيم يعني صراحة صعب على فريق الريديانت انه يكملون هذا الماتش او يحصلون على وين بهذا الجيم. بس اذا لاحظت لي في الشغلة غريبة سالنسر يعني طفر تليبورت للميد لاين، هو ما عنده مانا، مو غريبة هاي تاتشي يعني صراحة؟ والله ما شفت اللقطه اللي صارت من اللي تبع على المدوسه، بس انا اقول لك انه التي بي انه مو شرط انه تسوي ستان لو تسوي شي لو هاي، انه ابسط شيء انه اللي جاي على ستورم اللي هو ريزور يشوف تي بي جايه يقول لك انا ما راح اخاطر انه اطقل، انه ما يعرف انه جاي عنده مانا لو ما عنده مانا. يب فهنا الفكره مالتها. خلينا نشوف هسه ستورم هسه عنده شويه يعني سبيسنج تمام اموره، لان يعني عندنا ذا بانشر نازل للبوتوم لاين، بنفس الوقت عندنا عركه بالتوب لاين حاليا، سناب فاير موجود تليبورت للتوب للسيف لين خاص بفريق ذا ليجن. دي يحاولون انفوكر هنا وماجنوس دي يحاول انه يسيطر على اللاين اكثر، بنفس الوقت سايلنسر دي يحاول يسوي سبورت لللاين، بس احنا نعرف انه مدوسه داخله للجنجل وهنا هي دمها لو اتش بي، تحاول انه يعني تاخذ تستغل كل الوقت بالفارم. بس بنفس الوقت اكيو تاتشي يشوف الفريق ذا بانشر يعني قافلين يريدون ياخذون التور هنا عسر، اشوف هنا تورنادو من انفوكر دي حالون مانا اكستراكشن عليه، ممكن هنا نشوف كل على سالنسر، تليبورت سريع من تايتن تر ممكن راح يغير الموازين، شوف هنا نشوف انه ماجنوس قدر يجيب كل على سايلنسر. بنفس الوقت تايتن تر هنا موجود عند الرافش، دي حاول انه يجمعهم الاثنين بنفس الوقت. اوه ماي جاد باللوع جاب هنا
صعد تليبورت سريع على التوب لين يحاول انه يسوي دقر على تايتنتر. تايتنتر حاليا بوضعيه مزريه جدا، ثلاث هيروات مقابل اونلي وان هيروز وماكو اي جانج من الفريق المقابل. تايتنتر از ديد. مدوسة حاولت تدخل التيم فايت بس بنفس الوقت كلش متاخره وما تقدر تسوي اي شيء، لان احنا مثل ما حكينا تحتاج انه تدخل للجنجل. او ماي جاد مان، الا شويه كان انفوكر شالها بالتورنادو. شنو رايك تاتشي فريق تشريف جيمنج؟ والله يعني الفايت هذا انه فازوا مليار بالمية، وخاصة انه تايد انه صح انت طبيت بالبداية انه شفت السايلنسر مات، يعني المفروض انه ترجع لا تخسر الرافج، انه صعب تحصل كل ضد ماغنوس ونفكر انفزل يعني شرد بسهولة. وشفتوا وينتر، شوف لي حاليا وينتر از ديد، بلعوا از ديد يعني سووا عندي هنا. اوكي ذا بانشر صاعد جانك على توب لين ايتاتشي. شوف لي هنا ستوم دي حاول يطفر، هل موجود عند الستاند؟ للاسف قدر انه يطفر للبيس واموره كلش تمام. بنفس الوقت عندنا هنا السايلنسر انفوكر رايح بالبوزيشن فور، دي حاول يسوي دقر على السايلنسر سناب فاير رجال الدعم، بس ذا بانشر كلش مسيطر بالميد لين مالته وقدر يجيب كل على السايلنسر للمره الثانيه. دبل كل من بانشر فريق تشريب جيمنج، الفريق العظام عزايمهم تخبل صراحه، عزايمهم يعني اي كيو تاتشي فايتاتهم دائما قويه. يب هذا تاتشي شو حيسوي مدوسة؟ هذا السبيسنج اللي صار يعني شفت تشريب جيمنج قبل طبوا على الميد وعلى التوب. اقول لك انا ما خلي انا خلي مدوسة توصل للنهايه، كل الصعب كل الصعب انه والله اتوقع انه راح يسوي سبيس اللي هو ستورم يعني ويا جماعته ويا، بس هسه حاليا خسروا الت سايلنسر، خسروا الرافج، يعني اغلب التياتهم خسروا. واذا شوف اللي سناب فاير بعد انه ما داخل لغه سته، فانا توقعت من عندهم راح يطبون كلهم سويا انه ياخذون على الاقل شيء كل كل لاين، فانه راح التياتهم كلها سولو. ياب يعني انا اقول هذا يمكن مس كوميونيكيشن بين فريق ذا ليجن، لان شفنا تايت هنتر وحده سوى التي وماكو احد ولا يمه، حتى التاور كان يعني التاور بالسيف لاين كان واقع. شوف هنا تورنادو من انفوكر دي حاول يسوي مان اكستراكشن على مدوسه. فريق تشريب جيمنج دي يحاولون يزحمون فريق ذا ليجن شلون يعني بكل شيء عندهم، يعني دي شوفهم يمشون سويه. اوكي ياب احنا ملفلين، ياب احنا مفرمين تمام، اوكي خلينا نطب للتوب جنجل البوتوم جنجل، نسوي كل شيء للريد اللي احنا مسيطرين على ثلاث لينات اللي حاليا موجوده. لا شوف لي حاليا سموك من عندهم، ياب اكو سموك، اكو سموك موجود عنده ار بي. شوف هنا انا بنفس الوقت طفل لك على مدوسه وسحلها سحل، ومدوسه از ديد باي واطي از فين بالبوتوم جنجل. هنا بنفس الوقت رايح ستان، رايح على السايلنسر سود عليه سيف واحد ضربه واحده طير ملامح وجهه، حتى ما يعني ما قدر ياخذ نفس قبل طب شال التي. نشوف حاليا ستورم بيحاول يعني يفرم مش قد ما يقدر، يحاول انه يدخل الجنجل، بس مثل ما قلت لك شوف لي هنا عندك التيم كامبو الموجود عند تشريب جيمنج، وواطي قدر يجيب كل ثاني مره ثانيه بالتوب جنجل ضد فريق ذا ليجن. اكيد تاتشي شنو المفروض يسووا فريق ذا ليجن حتى يعدلون من مزاجهم او يعدلون من الحاله اللي هم بيها حاليا؟ يعني انه هسه لا تريد انه تشوف تغيير بالجيم، انه ياخذون كل سولو من واحد من نزفن لو ريزور، انه يصير لهم فرصه ياخذون كل من عندهم. ياب اكيو تاتشي اكو هنا حاليا بيج فايت، رافج من تايت هنتر متاخره، ذا بانشر رايح، يول رايح، فاريلا اتش بي، هل راح يموت؟ ذا بانشر از ديد. بنفس الوقت هنا عندنا انفوكر وينتر وسموكر هم طافرين من هذا التيم فايت. سناب فاير هنا موجود عندك رايحين تيم فايت، بنفس الوقت هنا ماغنوس موجود، تايت هنتر موجود بس لكن بدون التي 100%. اوكي ما راح يصير تيم فايت صراحه قوي، بس هنا شوف التليبورت سريع من واطي لتيم فايت. تايت هنتر از ديد 100% دومينيتنج من واطي بالميد لين، ونشوف حاليا تفوق فريق تشريب جيمنج 13 كل مقابل 2 كل. لا تقول لي الكلات حاليا ما تلعب دور ايتاتشي، لا هسه حاليا فرق كبير بالكلات، يعني مو كل يعني مثل البدايه 4 كلات 0 5 كلات 0 اوكي عادي ايش يصير، بس هسه قاعد تشوف 13 يعني فرق 11 كل. اذا شوف لي حاليا نيت وورث مال سفن اللي هو 9000 ضد اعلى هيرو اللي هو مدوسه 5000، يعني فرق 4000 بالنيت وورث. كنت تمنيت حتى الكل مال ريزر قبل شويه تمنيتها تحصلها مدوسه. شوف لي حاليا اكو تيم فايت، اكو تاتشي شوف لو انفوكر يلعب بالبوزيشن فور صراحه ابدا، يعني كل مره شايل تورنادو ومانا اكستراكشن على مدوسه، يعني دي دمرهم صراحه بالنسبه لفريق ذا ليجن. اكو تاتشي
يب مثل ما قلت لك انه بوكر انت ما شايفه بهذا البوزيشن اللي لعبه، فهو بوكر كلش مزعج بهذا البوزيشن مالته، انه المانا ضد المانا اللي ضده راح ياخذها، نفس الوقت الستان مال الجوست جولد سناب مالته كلش يعني خاصة مثل مدوسة. انا قلت لك من البداية قلت لك هذا الهيرو ضد مدوسة كلش مزعج، لو بندوا انت ميج اوكي نجيب لكم البوكر خاصة بالبداية. Dire's bottom tower needs some help. حاليا وياي ذي الفقارة تشوف البدوسة كيوتاتشي اي كيوتاتشي شوف هنا حاليا اكو تيم فايت كبير ممكن يصير، بس شالت التي حتى تروح تطفر من التيم فايت لين مو كلش صالحه انها تدخل بالتيم فايت هذا. اي كيوتاتشي اذا تلاحظ في الشغله يعني انا برايي الشخصي ما اعرف اذا صح ولا غلط، يعني المفروض البوزيشن 5 مال فريق ذا ليجن انه يحاولون يسوون ياخذون لهم جنجل من الجنجلات، يعني صراحه فاول وايد يضيع عليهم. يعني روح دخل جوبوا مالكم البوزيشن 5 وصعدوا كلكم للجنجل ورد وحاولوا السيطره على جنجل، يعني انا اشوف هاي اضبط يعني اضبط من انه يصعدون هاي جراوند بالبيس. اوكي هو حتى لو انه ورد انه التيم الضد مبين مكانه هسه حاليا، اوكي انه الجنجل الوحيد اللي يقدرون يفرمون بيه اللي هو حاليا البوتوم اللي شفت مدوسه انه راحت قالت خل اخذ اللاين البوتوم ونفس الوقت افرم، اجاها رايزور، رايزور اجا حاليا ماك فلشها تفلش طفرت تي في لغالها تي في باليول فعلت التي وانسحبت، يعني تقريبا الفارم عندهم معدوم حاليا. يا باكي تاتشي خلينا نشوف هنا التيم فايتات رايحين روشان بي على الفريق تشريب جيمنج. اكيو تاتشي تشريب جيمنج رايحين روشان يب راح ياخذوا حاليا، ما حد يقدر يتقارش وياهم صراحة، يعني حتى لو يدرون فريق فريق ذا ليجن يعني ما راح يقدر يسوي اي شيء. مع العلم هسه الالتيات مالتهم كلها يعني كملن، بس ما اتوقع انه راح يقدرون يسوون شيء انه راح يلعبون هاي جراوند، واذا شفت تايد حاليا مات. اوكي تايد از ديد باي واطي بي قريب على البيس صراحة، حيدورون هسه على مدوسة. الايجز موجودة عند من ايتاتشي؟ الايجز موجودة عند ريزر ياب، هنا حيدورون على مدوسة يحاولون يجيبون عليها كل، يعني شوف اكو هنا اكو وارد بالنسبة لفريق الريديانت يعني يحاولون يوردون الجنجل. اذا شفت حاليا اتوقع راح يموت. اوه لا 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 قدر قدر يطفر 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 ستورم يعني مي لا اسوء الحالات يمشون ما يلحق يطفر، اذا انه كان هو سموك انه ما قص لو طافر انه كان يقدر يلزمه، بس ما اتوقع انه راح بها ستورم ريت المدوسه الار بي. ياب حاليا بدي اشوف فريق العظامه فريق تشريب جيمنج رايحين خمستهم بالبوتوم لين اللي يحاولون يدفعون اللين مالتهم اللي من جهه السيف لاين بالنسبه لجهه الريديانت. فريق ذا ليجند يسوون شيء صحيح صراحه، يقول لك انا احتاج سبيسنج لستورم ومدوسه لان صراحه الفارم مالتهم والنت وورث يعني مو بحاله انه يقدرون يطبون بها تيم فايتات. اوكي يعني انا اشوف انه يحاولون يعني يتشلبون باخر فرصه لهم اللي هو الفارمنج. بنفس الوقت اشوف اللي هنا أنا واطي يعني رايح ركض 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 يدور على عركه بالجنجل، بنفس الوقت طالع تليبورت هنا للتوب جنجل، اتوقع عارفين انه تايت هنتر هنا موجود؟ لا ما عنده فيجن يدفع اللاين ياب. ياب اكو هنا حاليا يدفع اللاين ونفس الوقت انه مو بصالحه قبل شوي يدخل هاي جراوند، لان صح هم خمسه كانوا يلعبون بس نفس الوقت انه الالتي مال الزمن كول داون يعني مو صالحه، فحلوه منه انه يرجع يدفع اللاين نفس الوقت يفرم وراح يكمل البي كي بي راح يجيب الطريق، فانه الفايت الجاي انه حاسم. اتوقع انه حتى عرفوا بتايد هنتر اتوقع انه شافوه اذا هاي الورد، لا والله هاي الورد انه داير يعني هو متوجه حاليا للجنجل وراح يشوف تايد قباله. اذا لقفه ما راح يعني ما راح يروح صراحه حتى لو موجود عنده ما رحمه قبل شويه اصلا. ياب بما ان احنا رايحين اذا شفت تايد حاليا بلينك عنده اتوقع يعني يقدر يقدر يفلت. ياب
يقدر يفلت صح، بس انت شوف هنا عندك بلوعي بوزيشنه تمام، دي ياخذ الاوت بوست واحده. هنا شنو ممكن يصير؟ ستورم، يعني يشوف ستورم هو درب الطفره حاليا، يعني يرجع للبيس مالته. تايت هنتر واحده بالبوزيشن هذا، عنده موجود التي في، يعني ممكن يعبر للجنجل اللي بعده او يحاول يرجع لورا ويطفر من التيم فايت هذا. anyway انفوكر وماجنوس موجود بالميد لين. بما انه احنا طالعين هنا تايم اوت، خلينا نشوف التعليقات، نشوف اللايكات اللي موجوده وشنو الوضع. بس شوف التعليقات يرجع اللاعب، فكل ما يفصل لاعب سوى هيك رجع حاليا. او ماي جاد مان وات. اوكي شوف لي هنا، هل راح نشوف كل على تايتن؟ ده شوف تايتن قبل بلين باي باي، راح تي بي لي البيس مالته. هاي هنتر كان يبغى لك ريبي قال انظر له، حتى اذا شوف انه عاف الايتم اللي طلع عاف الايتم ركب خوي عامر يقول لك هنا انا الرابج املنا ما له انه اموت. ياب شوف، هو فريق ذا ليجند يعني ما يسوون الخطا نفس اللي سواه فريق كينجدوم. يعني بيحاول يفرمش قد ما يقدر. اوكي تصعدون انتم بالتوب جنجل، احنا ننزل بالبوتوم جنجل، بس ابد ولا واحد فكر انه انا اروح للجنجل الخصم واحاول افرم به. يعني هذه صراحه انه شوف انه البوتوم جنجل يعني ماكو ولا وار صراحه. مدوسه تدخل للجنجل معتهم. ايه انا ما توقعت انه مدوسه تروح ترتاح كلش بالفارم مالتها يعني. بس هم اتوقع انه خايفين من فريق تشريب جيمنج اكثر من اللازم. انتوا عندكم الهيروات الزينه، يعني عندكم سايلنسر وعندكم ماجنوس. هو الكامبو مالتهم كلش قوي. شوف 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 ايتاتي، شوف لواطي هنا قبل بلينك سريع على التايت هنتر، وتايت هنتر از ديد باي واطي. قبل شوي حكيت عليه قلت انه هو ذاك الجيم مونكي كينج، يعني ما سوى صراحه فشي كلش يعني عظيم. حاليا هو دي يلحق ورا الهيروات، وين يروحون يلزمهم يشبعهم كتل. خلينا نشوف هل راح يقدر فريق ليجن يقاوم غضب سفين وفريق تشريب جيمنج فريق العظامه او لا. نلاحظ ان هنا فريق تشريب جيمنج قافلين على السالفه، يريدون يخلصوا الجيم اسرع وقت ممكن. بنفس الوقت هنا مدوس، احنا نعرف ليش يريد يخلصوه، لان مدوس اذا صعدت راح تكون مشكله بالنسبه لفريق تشريب جيمنج. فرايحين يعني البلاي ستار مالتهم صراحه كله صحيح. بنفس الوقت ذا بانشر هنا رايح هاف اتش بي، يحاول انه يكسر البيس مالتهم. بنفس الوقت بلوعي موجود هنا، نبيل هيل موجود، الامور تمام، ماجنوس موجود، كلهم خمستهم يمشون سويه. وهذا البلاي ستار احنا شفناه من فريق بيبي ريج تاتشي. يب صحيح بيبي ريج ام اس ستايل، انه ستايل البطولات كلها انه يلعبون خمسه، تيم وورك. اللعبة تعتمد على التيم وورك، مو اكو هيروات تلعب سولو بس مو كل اللعبات. ياب يعني عندك مرات اذا تشوف سلارك انه مرات ياخذ كلات واحدة سولو. شوف لي حاليا ذا بانشر، يعني عينك صعد لك على البيس مالتك وشايل يخلص الماتش اصلا. عوفي هنا وينتر، ياب ياب نايس التي على سايلنسر. بنفس الوقت هنا سايلنسر التي رافي السريع. او ماي جاد من تايتن رايحين تيم فايت، تورنادو من انفوكر ومانا اكستراكشن على مدوسه. بنفس الوقت ذا بانشر رايح بريلا اتش بي، نايس التي من ماجنوس وقدر يجيبون كل اونلي على تايتن. سفين حاليا موجود، باي باك سريع من تايتن واونلي بي كي بي من واطي، قدرت انه تحسم هذا التيم فايت. والشخص الوحيد اللي مات هو بلوعي بوينتر بالتوب لين بالتوب بيس. شوف لي هنا، شوف لي هنا اكيد تاتشي، شوف واطي وين داخل على سناب فايت، يحاول يدخل بالتيم فايت. بنفس الوقت ماجنوس الحرامي باق له كل من واطي من فريق تشريب جيمنج وطالع تليبورت للبيس. او ماي جاد ستورم حاول يدخل بالتيم فايت بس كلش متاخر يا عزيز ستورم. طفر اسفين للميد لين ودمه فيري لو اتش بي. تشوفي تاتشي اسفين شلون يلعب حاليا لما يفعل الالتي انه يغضب بالحقيقه، مو بيغضب بس باللعبه. اذا شوفه انه ما كنت اسال الالتي قبل اقول لك تم انتبه لعد الدمج اللي عنده. الدمج اللي عنده فظيع، يعني فوق ال 400 فوق ال 500 دمج. بعد سفن عندك قاعد ايش بقيت؟ ياب شوف لي هنا مدوس بحاول يدخل بالتيم فايت. اكو تاتشي، شوف لي هنا ماجنوس موجود حاول يسحب بالتيم فايت. نفس الوقت شوف لي هنا تايت هنتر موجود، بس انفوكر قدر يشيل من عند الماني. بنفس الوقت هنا ذا بانشر طلع بالتيم فايت لوحده، المفروض يساعده هنا ذا وينتر. بلوعه موجود عند الالتي. بنفس الوقت ستوم رايح فريلا اتش بي. بنفس الوقت ملحق بلوعه يشيله بالتي، مدوسه رايحه التي، زفين طاب عليهم تيم فايتات. وبنفس الوقت ستوم ما عنده مانا وقافل على السالفه، سناب فايت يحاول يرجع يسوي له دوتش للبيس مالته.
صراحه تمنيت انه اكو التي من وينتر تساعد ذا بانشر عشان ما مات اصلا بالتيم فايت هذا كيتاتشي. والتايتن ترى هنا رايح فيرلا اتش بي اوكي نايس تراي من انفوكر بيحاول انه يجيب كول على التايتن ترى بنفس الوقت التي من ذا وينتر. او ماي جاد مان نفس الثانيه مره الحاله مستمر فريق تشريب جيمنج دي يحاولون يسوون تيم فايتات بس عندهم اخطاء بسيطه يعني هسه هنا شفنا ذا وينتر ما ساعد ذا بانشر على كيتاتشي. وإذا شوف لها ماتين تورنادو مع الانفوكر مع الماغنوس يجيبهم ماغنوس فعاد يصير هذه الأخطاء بس مو أخطاء هذه كل الأخطاء اللي تخسرك الجيم. بس إذا شوف نفس الوقت إنه حاليا فريق لجن إنه نوعا ما رجعوا للعبة نوعا ما شلون أكتشف شلون يعني رجعوا للعبة هم خاسرين التوب لاين يعني عادي خلي يخسرون التوب لاين بس اذا اشوف لي ان ستورم حاليا دي يسوي شغل بالجيم خاصة ضد رايزر قبل شوية ومدوسة اللي اخذت الكل ضد رايزر ياب رايزر هنا مستمر بالفارمينج دي حاول يفرم مش قد ما يقدر اكثر واكثر حتى يساعد التيم فايت مالته. احنا مثل ما قلنا يعني قبل شوية مات للأسف يعني جوز مس كوميونيكيشن بينه وبين السبورت او ما كان موجود من ضمن الرينج مالته ما اعرف صراحة. anyway انفوكر لحد الان مستمر دي حاول يدفع الكريبات بالميد لين وماغنوس بالتوب لين وسفين هنا رايح للجنجل بيحاول يفرم. اذا جاب ديدلاس اكيوتاتش ايش راح يصير سفين اذا هو لزمنا قبل انه يشوف تايد اكرت واحد يقتله انا اقول لك هذا اللي يصير يعني تايد اللي هو حاليا اللي التانك اللي تشوفه هذا اللي راح يصير تشوفه اذا كمله ياب هو دي حم يعني هسه يحاول يكمل الديدلاس اللي عنده ورا راح يطب قبل تيم فايتات الايجز ما شفناها راحت مو؟ ما شفناها راحت الايجز كول داون ومات رايزر ياب مات رايزر ياب اتوقع انه منتظرين روشان هسه انه فايت مع روشان ياخذون روشان وراح يطبون من جديد هاي جراوند واتوقع انه هون جيم ياب حاليا نشوف حاليا عندنا مدوسه بفريق ذا ليجند يحاول انه تفرم قد ما تقدر تحاول تكمل الايتيمات مالتها بس بنفس الوقت تبدا تشوف يعني كل ما تحاول ان تطلع من البيس مالتها قبل فريق تشريب جيمنج تعالوا شباب احنا نسوي لكم عظيمه جايكم هنا واطي بالميد لين ودي بي ما تلقى لاعب ما تدور ياب اتوقع استعجل بالالتي 100 ثانيه يعني لا يصعدون هاي جراوند يقول لك حتى اذا ما قدرنا ناخذ هاي جراوند اوكي هو الدمج حاليا مات اكثر من 600 شفت هنا بلينك سريع بس بنفس الوقت ماجنس ما اعرف ليش يبوك التيات يعني مال سفين بنفس الوقت رافج هنا موجود دي كي بيات موجوده ما اثرت على فريق تشريب جيمنج سايلنت موجود من فريق ذا ليجن بس ما له اي افكت بالماتش هذا لنشوف حاليا سفين مستمر بالتيم فايت فريق ذا ليجن خسروا كل الريسورسز اللي عندهم وذا بانشر مستمر قافل على التورات وقافل على الباركس اللي موجود عندنا هنا شوف لي التي هنا من ماجنس دي حاول يسوي تيم فايت نفس الوقت هنا أنا الت اوكي انفوكر دي حاول يسوي اي شيء بالجيم هذه وينتر شايل التي بجهه فريق ذا ليجند تايتن تر بدون التي بنفس الوقت عندنا هنا انفوكر موجود دي حاول يسوي تيم فايت مونستر كيل من واطي بالبيس بالهاي جراوند تايتن تر دائما يكون بوزيشنات وحده وماجنس دائما يكون له موجود بالمصياد وهنا نشوف تفوق فريق تشريق جيمنج بهذا التيم فايت وفريق ذا ليجند حاول انه يرجع مره ثانيه بالباي باكات سناب فاير اند سايلنسر بس ما راح يسوون اي شيء بهذا الماتش حاليا وفريق تشريق جيمنج ممكن نشوفهم رايحين ميجا كريب بهذا الماتش. شوف لي هنا ستورم دي حاول يدخل بالتيم فايت تورنادو ومانا اكستراكشن من انفوكر طبيل للتيم فايت هنا عاركه ماجنوس هنا موجود سايلنسر موجود سناب فاير دي حاول يطب بالتيم فايت انفوكر رايح بلينك دي حاول يساعد بهذا التيم ذا بانشر لازم له سايلنسر يقول له انت سوت رايت بي بك تعال احطك وقت ليك بنفس الوقت سناب فاير هنا رايح لو اتش بي تربل كيل من ذا بانشر ومدوسه قاعده على الهاي جراوند تحاول انه تجيب دقر على انفوكر بالبيس مالها عركة بيسات حاليا عركة يعني كل عركات فريق ذا يعني تشريب جيمنج داخل البيس اكيو تاتشي وهنا انا التي من مدوسه وراجع المره الثانيه للبيس صراحه ما راح تقدر تسوي اي شيء بهذا التيم فايت سفين دخل عليها سانست رايك من انفوكر بنفس الوقت بلوعي موجود يحاول يسيف سفين في البيس مالتهم لكن للاسف سفين از ديد هنا ممكن هنا نشوف ذا بانشر هل راح يفنش الجيم ولا يسوون انسحاب تكتيكي
هنا انا اشوف لي باي باك سريع من واطي من فريق تشريب جيمنج. بنفس الوقت عندنا هنا عندنا ماجنس موجود، بلوع موجود رايح على تايتن تر. تايتن تر عنده تقريبا كول داون اقل من 25 ثانيه، فما في هنا بانشر حاليا بوزيشن جدا وحده. ماجنس العراقي رايح بالتيم فايت، اكثر هيرو تم عمل بيك حاليا بالبطوله هو ماجنس. بنفس الوقت اشوف لي هنا زفين واطي وصل لسنس تراك، ما لحق مال انفوكر اصلا ينزل، يعني الكريت كافي من زفين بالتيم فايت هذه. وهنا انا حاليا نشوف ستوم رايح لو اتش بي بدون مانا، ممكن هنا نشوف دبل كيل من واطي. بنفس الوقت سناب فاير موجود وتربل كيل اي كيو ايتاتشي. دي اشوف شنو اللي صار حاليا اي كيو ايتاتشي جيم لا تعليق، يعني حرفيا تفوق كلش كلش كبير الفريق، يعني تشريب تفوق كلش كبير. ياب ما حد يقدر يقرا شو ما انطوا نفس واحد المدوسه ان تفرم، ما انطوها ابد. انا توقعت الامل انه من ستورم، بس اذا تشوف ستورم انه ما سوى ذاك الشغل بالجيم. ياب انا قلت لك ان ستورم اكثر هيرو تم عمل الى بيك، بس لحد الان ولا ماتش فاز بيه. بنفس الوقت شوف لي هنا ما انا اكسبكشن توقعت من عنده انه يجنك الجماعه، يعني تقدر شوف 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 اكيتاتشي اكيتاتشي هنا تايتن تبي يحاول يدخل تيم فايت بس كلش متاخر صراحه. رافج متاخره يعني ما لها اي فائده للانشانت كول داون. بنفس الوقت هنا دومينيتين ميجا كيل من واطي وصارت عركه، اذا بيدهم يطلعون برات الماب ويسوون العركه مالتهم، بس قدر يخلص الجيم الميجا كريب قدرت تنهي الجيم، ولا كان شفنا مصايب من فريق تشريب جيمنج اللي قدروا يفوزون بهذا الماتش بكل جداره. اكيتاتشي شرح بسيط عن شنو اللي صار بهذا الماتش وشون قدر فريق تشريب جيمنج يتفوقون. انه انا قلت لك بالبدايه انه انا شفت متوقع فريق ليجن انه اللي ياخذون الجيم، هسه حاليا انت طلع الرانكات انه الفرق لان طلبوا هالبارحه على ما كان يب يب يب. اتوقعت انه الفريق ذا ليجن يعني لهم الافضليه من ناحيه البكات، انه عندهم مدوسه يطوها سبيس انه تفرم، نفس الوقت عندهم الالتي ماس سايلنسر والتي تايد والتي سناب فاير وستورم، نفس الوقت يقدر يجنك وياخذ كلات وياهم، يعني هذا اللي توقعته اني. بس انه شفت ستورم اندقر بالميد ما سوى ذاك الشغل، لا قدر يجنك، حاول انه يطب جنجل بس يفرم، مدوسه نفس الوقت انه اندقرت باللاين توب حاولت تطب جنجل بس تفرم، راح الفايت مالتهم انتهى. نفس الوقت استغلوا فريق تشريب زفن عندك الالتي مالتهم نزلوا تريد بيهم نزلوا تريد بيهم اقول لك صدق لا قال لهم الا التغدى بس اكيتاتشي اكيتاتشي للامانه ترى اكو فرق رانكات بين الفريقين، يعني صحيح انه مدوسة اوكي انا رانكات فريق تشريب شايفها انه من الماتش اللي راح، بس فريق ليجن اول مره انه احكم عليهم واول مره نشوف لعبتهم فما اعرف يا من ناحيه الرانكات فريق تشريب جيمنج اكيد متفوق بهذا الموضوع. يعني احنا فريق ذا ليجن يعني اوكي وصلوا لمرحله جدا حلوه، ونتمنى من عندهم انهم نيفر جيف اب، استمروا طوروا نفسكم، شوفوا الاخطاء مالتكم الموجوده هنا اكيد ماكو شيء مستحيل. أنا مثل ما ذكرت لو مدوسة يعني نازله للجنجل مال الفريق العدو مشان ما حد درى بيها لان ماكو ولا واردات، وهذا اسلوب لعب فريق تشريب جيمنج يعني اي كيو تاتشي ما تقدر انه صعبه. هي صح انه الفرصه حلوه بس نفس الوقت انه التيم مال تشريب انه باش انه هو كان يفرم ورجع تيبك، واحده من مرات تيبي رجع غلط انه قلت خليه ياخذون التوب لاين، اتوقع انه راح يرجعون او لما ياخذون التوب انه حاول ترجع حاول تفرم اكثر يب. لانه هي اخطاء ما اعرف انه اللي صار جي جي جيجيز بالنسبة للفريق، يعني مثل ما ذكرنا ممكن فرق الرانكات يكون له تأثير جدا كبير. نتمنى من الفريق ذا ليجن انه يستمرون بهذا الموضوع، لا تروحون بعيد ويانا متابعينا، لا تنسون اللايكات اهم شيء، كثرونا من اللايكات لا تروحون بعيد، راح ننزل مرة ثانية عندنا ماتش ثاني حتى يكون اخر جيم انه، فلا تروحون بعيد وبقوا ويانا.
اوكي شباب، رجعنا لكم مرة ثانية حاليا بالماتش الأخير اللي حيكون بين فريق ديفينيتيز وفريق بابلون. ننتظر يعني الشباب يرتبون أمورهم، عندهم واحد متأخر، فحتى تكونون يعني انتو شنو اللي يصير حاليا، منتظرين آخر لعب والسيجة. بهذا الوقت احنا راح نحكي على الجيم اللي فات اللي هو تشريب جيمينج اند ذا ليجند. مثل ما شفتوا تفوق فريق تشريب جيمينج بنفس اسلوب اللعب اللي لعبوه بالراوند الثاني، او يعني اول ماتش هم لعبوه نفس اسلوب اللعب، نحاول نضغط على الفريق الخصم، هيرواتهم حاولوا يسيطرون على اللينات من البدايه، انه احنا نسوي بريشرينج على الفريق المقابل حتى تمشي الامور مالتهم، وقدروا يتفوقون بالماتش مالتهم. الماتش اللي جاي يعني ممكن يكون فرق الرانكات من عنده يعني فرق جدا بسيط، فممكن نشوف لعبة حامية، لذلك أنا اختاريت هذا اللعبة حتى نعلقها في هذا الماتش. فمنتظرين حاليا اللوبي مالتنا يكون كل الأمور تمام حتى خلاص ننزل. بس احنا ردي بطار ها ردي أنا أوكي، أنا أصلا لايف ستريمينج أشوف التعليقات، أنا كل ما أشوف التعليقات يبلش الماتش، تدري يعني هاي من الشغلات الزينة. اوكي على البغداد يقول لك اساسا تشريب تيم طه وعلي رضا. اها اوكي ياب على البغداد اي ثينك انه انت تقصد علي، علي واطي، فتوقع هم نفسهم اللي تقصد عليهم. عافيه تشريب، اهلا اساسا، باتش لعبتكم، خلينا نشوفكم ايش راح تسوون. تمنيات لفريق بابلون بالفوز في هذا الجيم، يا رب يكون جيم سريع وحلو، بالتوفيق لكل من الفريقين، بس يا رب بس يا رب يخصون ديفينيتيز. طبعا اكيد الفريق هو الاقوى هو اللي حيفوز. اوكي سيوفي حاليا مشتغلنا لايكات سيف ازدنفه، عشت يدك والله والله ملك سيوفي، ماكو منك ذهب صافي. تاتش شنو الوضع؟ طول الماتش عندنا واحد حاليا ديسكونكتد. اوكي تمام براحته. خلي شوي اراويهم السكورات مال الماتش اللي فات. عندك بلوعي زيرو كيلز مقابل 2، عندنا هنا سموكر كلاته نظيفه، عنده 16 اسيست بسبع كلات، بس لاحظنا عنده حركات يعني صراحه شويه غريبه، يعني نشوف زمن زفين نازل على هيرو، نازل على تايت هنتر، راح اخذ سحابه وداه غير مكان. فالمفروض انه هذني الاخطاء يتبهون عليه، يعني فريق عندك باللوحهم كذلك عنده بعض الاخطاء الخفيفه بالوينتر كيرس الخاصه بالوينتر. بنفس الوقت واطي راح 13 كل مقابل واحد ديث، اكو شفنا انه واطي قدر يسيطر بالماتش هذا، يعني قدر يسوي بريشر جدا قوي على الفريق الخصم. بنفس الوقت انفوكر لأول مرة أشوف أنا انفوكر بوزيشن 4، صراحة ما قصر بالماتش هذا، حاول إنه دائما يسوي دقر على مدوسة حتى لما هي كانت داخلة بالجنجل، محسبين لكل شيء فريق تشريب جيمنج. ونشوف هنا ذا بانشر عنده 11 كيل مقابل 2 كيل، نفس أسلوب اللعب. المفروض الفرق اللي جاي تنتبه على اللايف ستريمينج وتتفرج كل البثوث مالتنا حتى تعرف إنه أنا راح ألعب ضد يا فريق والمن راح أواجه، لأن كل من يتقدم أكثر بالمباراة نشوف كومبوات مختلفة بين الفرق الموجودة عندنا، يعني اسلوب لعب بيبي ريج يختلف. عندك الاي تي 14 هم كانوا خوش يلعبون، يعني صراحه احنا كل الساد انه طلعوا برا البطوله، بس للاسف هي بيس اوف وان، ان شاء الله الجايات نعوض هذه كل الخسارات ونحاول انه نسوي لور براكيت راح يكون اضبط بالنسبه للبطولات. بالمقابل انت عندك فريق ذا ليجند، عندنا سانسر اللي هو لعب كبوزيشن 5، واحد كل مقابل 8 كلات مقابل 8 ديث. بالمقابل عندك تايتن تحاول يدخل هوايه بتيم فايتات، بس للاسف انه الرافج ما تدام نشوفه ندخل بالرافج وماكو تيم فايت يمه، فتحس انه اكو مس كوميونيكيشن بيناتهم، لان احنا دائما نحكي انه انت لازم تلعب تيم وورك. بنفس الوقت عندك نونا ستون بالميد كان كلش متأدي ضد ذا بانشر بي الميد لاين، واحد كيل مقابل 5 كلات. عندنا هنا الدوك اللي هو سناب فاير رايح واحد كيل مقابل 4 كلات. عندي هنا عندنا مدوسة واحد كيل مقابل 6 كلات، يعني اشوف مخنقين فريق تشريب جيمنج، مخنقين كلش على مدوسة، ما قدرت تسوي اي شيء، يعني حتى الحلول الموجودة عليها يعني كلش قليلة مدوسة بالماتش اللي فات، وقدر فريق تشريب جيمنج يتفوق بكل جدارة ويفوزون على فريق ذا ليجند ويطلعوهم برات البطولة. ايكيو تاتشي بشنو شنو الاخبار؟ وذا فريقا جاهزين؟ We are ready to go. انا منتظرك تعطيني الريدي حتى نشوف شنو الامور. انا بدي اتابع التعليقات حنين. اوكي الماتش بلش. We are ready.
جماعة لوتشي اللي شفناه أمس بماجنوس، أول مرة نشوف ماجنوس بالبطولة يلعب ككيري بالسيف لين. تاتشي شو تتوقع اليوم؟ شو راح يروح بك؟ شو راح يروح بك ضد فريق بابلون؟ آكيو تاتشي يا ويلكم باك. طبعا آكيو تاتشي هو الجندي المجهول اللي دائما يسوي اللوبيات ويرتب كل الامور مالته. ها ايتاجي فصل فلان، ها فصل فلان، ها تعال تشيكي فلان، انه هذا علاقه مع اخي متنقل بين اللوبيات حاليا. اني اكو تاتشي اول باند اشوفه آه اول باند المره اول باند ما ادري حكوا على روبك بالبدايه باللوبي فما ادري عندهم مشكله ويا روبك لان انا احبه. اه بس هو دقر لوتشي باللعبات الوديه اي ثينك او هي شيء اللعبات اللي جاب له روبك يعني اليوم هم نشوف يا اما ماجنوس او يا اما تايتن ترى 100%. انا حفظتهم جماعه اندي بندو. ما اتوقع يروح ماجنوس من جديد، ما ادري يسويها يمكن، بس انا اقول لك انه حسب اللعبه الاخيره اللي لعبها اللي هو علي لوتشي انه اتوقع هم راح يلعب سيف لاين، يعني عكس اللعبات اللي لعبها ويا الفريق الاردني فهم راح يروح سيف لاين. الفريق بعد بابلون معروفين انه نفس كل مره كل المباريات مال فريق بابلون يعني بابلون سوينا لها ستريم ف يعني صراحه خلينا نشوف انه ايش راح يسوون بهذا الماتش، خصوصا لما كان عندهم ماتش ضد افرانس مون. اذا شوف لي بتكو انجما انجما انه باند روبك يعني من صالحهم ويجي الفريق شو اسمه فريق بابلون. ياب هنا انا ممكن نشوف انه نايس بيك اول بيك لي انجما. اكيو تاتشي شوف لي الباندات اللي عندهم اوراكل وبين مو بين اوراكل وبين ياب. هسه حاليا اذا شوف لي حتى سايلنسر مبنت يعني كانوا هم متوقعين بيكون انجما ما اعرف يعني I don't know. هي لعبة بيكات 100% اكيو تاتشي اكو لازم بيكات من تحمل اللعبات. تفضل يعني انه خطا من عندهم يبندون سايلنسر وروبك نفس اللحظه اثنيناتهم بالكين. بشوف لي جابوا لك ديسربتر، ممكن نشوف ماجنتيود حاليا بهذا الماتش راح ياثر على الانجما اي تو تاتشي الالتي مالته اي تاثر ذاك تاثير كلش كبير خاصه اذا جاب سبتر. اوكي او دي ثاني بيك ايتاتشي او دي رايح بيك ثاني، معناته انه او دي حيلعب ميد على الاغلب. I don't know man. هل يعني يعرفون فريق بابلون انه يعرفون انه حيجيبون اودي راحوا ثاني بيك بحيث يستعجلوا على هذا البيك؟ شنو رايك؟ يعني ممكن يجيبوا له كاونتر صح؟ لا مو صحيح عادي يجيبوا له كاونتر، بس انه هسه حاليا مشكلتهم بانجما يعني الكاونتر اللي تجيبه لانجما شنو؟ فانا ممكن انفوكر وات ثاني بيك تشوف بكات ميت اودي وانفوكر بالجهتين. هاي الميد لاين صح ولا مو صحيح تاتشي؟ 100% ميد لاين ما اعرف لان الجيم اللي راح اللي قبله انه انفوكر ما لعب ميد. اوكي انه خلي يخلص البكات بعدها انه تبين انه انفوكر ميد لاين مو ميد، بس هو يعني الادفانتج اكثر بالنسبه لاودي مقابل انفوكر صح؟ اذا لعب مو شرط حتى لحد الان مو شرط انه اودي يلعب ميد. اي اوكي بس انت حتى بالتيم فايتات انفوكر راح يكون اكثر مسيطر بالتيم فايت، يعني اودي يجي شو يسوي له؟ لازم كل سنيكي بيكي ويحاول يبتعد عن انجما، يحاول يبتعد عن انفوكر. يعني نشوف هذا البيك بالنسبه للاودي بجهه الريديانت، يعني اي دونت نو مان فريق ديفينيتيز احسهم انه استعجلوا بيك اودي تاتشي لو لا؟ لا بيك عادي يعني مو شرط قلت لك انه يلعب ميد لاين، يمكن يلعب بوزيشن. انت تحكي على اودي ولا على انفوكر؟ على اودي What? عادي يعني Man. كلش عادي معقولة؟ كلش عادي صدقني كلش عادي. اليوم يوم المستحيلات، تشوف شغلات صراحة عجيبة بالماتشات هذه. تشوف حاليا الباندات موجودة، راحوا باند ريكي من فريق ديفينيتيز. ريكي شفناها من مرة واحدة تبيك، وأودي يعني يمكن أكثر من 4 مرات ماخذي بالبطولة هذه، بس يمكن مرة واحدة فازوا به اللي هم فريق ما اتذكر صراحة يمكن بابليون ارمي او هيشي. بالمقابل عندك هنا اشوف لي فريق بابليون راحوا باند على فيسلس فويد وانتي ميج هم ناتين. ميج وفويد شنو ببالهم اي كيو تاتشي؟
الباندات يعني صراحة يعني ما لها ربط بالثاني. والله الصراحة يعني الباندات اللي يبندوها فريق الريديانت، يعني أشوف إن الباندات الصالح فريق الداير مو بصالحهم. 5 seconds remaining. يعني أشوف 5 الباندات seconds remaining. ما مو من صالحهم يبندون، يعني دوم إنه أشوفها تجيبها دوم هنا أنا أحسن، والفايت تجيبها لك أحسن فايت، خاصة إنه ضد بوكارد اللي طالعة من الفايت انه ضد السيف لين راح يجيهم. اشوف عندهم كلش حلو البك انه يجي، بس ما اعرف ليش دائما ندوهم، خاصة انه هو اول باندين انه ابد مو صالحهم، انه كانوا متوقعين البك الاول هم يجيبون انجما، ما اعرف. حاليا نشوف الباند فانتوم لانسر وسلادر. ياب تاسك بالنسبة للفريق ديفينيتيز راحوا عليه ثالث بيك. اكيو تاتش شنو ممكن يصير حاليا بالتيم فجأة انك الهيروات الموجودة عند فريق لوتشي اللي هو فريق ديفينيتيز؟ والله انه حاليا اللي اودي انه ما اعرف البوزيشن اللي راح يلعبه، بس ديسربتر مبين اللي راح يلعب لهم هارد سبورت، وتوسك راح يلعب لهم رومر اللي معروف انه توسك بالرومر كلش قوي، انه خاصة لما يجنك للميد لما يجنك للتوب لاين مالتهم، فالعفو البوتوم لان راح يصير السيف لاين عندهم بالبوتوم، اوكي. فيعني توسك كلش هنا أنا يعني يعني بهيج حالة، بهيج حالة نحكي احنا عندنا فريق ديفينيتيز مفكرين بالهم انه فوكا حيلعب ميد صح؟ بيقول لك انا اخذ اتوقع الايرلي جيم حتى احاول انه اسوي اضغط على انفوكر واحاول اخلص الجيم من البدايه، حالهم حال فريق تشريب جيمنج. معقول نشوف هيك سيناريو؟ شو تقول ما انت اعرف تاتشي؟ كل شيء اتوقع. شوف صراحه إن هو جيم حامي، ماتش حامي، لمثل ما قلت الرانكات متساويه، فدنا نشوف انه فريق، لكن انا اللي برايي دي اشوف انه فريق بابلون دي يستغلون الباندات الموجوده بفريق ديفينيتيز. وهنا نشوف اي ثالث بيك من فريق بابلون، جماعة بابل. عندنا فريقين من جماعة بابل، بابل ارمي وبابلون. اكيو تاتشي انيجما انفوكر اي ورايحين بيك سريع مرة ثانية على نايت ستوك اللي مضى عندهم، صراحة كافي. شنو رايك بالاربع بيكات هذا اللي هنا حاليا موجودة؟ والله صراحة بكاتهم كلش حلوة عندك هسه حاليا. اي اللي راح يلعب ابو عيون اللي راح يلعب هارد سبورت من الهيروات الهارد سبورت القوية كلش اللي سيف اللاين للهيرو الهيرو الكاري، وعندك انيجما نفس الوقت اللي عنده ستان اللي راح يلعب ويا نايت ستوكر اللي بالتوب، انه انا اقول لك راح يصير اللاين ضد اللاين لهم اسهل، يعني راح يصير يواجه صعوبة كلش هواي الفريق ريديانت. يعني نقدر نحكي حاليا البيكات هي رايحة بالنسبة لفريق بابلون اكثر من هي رايحة بالنسبة لفريق ديفينيتيز؟ اكيد اجي الفريق قصدك الداير، الداير عندهم ادفانتج اكثر حاليا بهواي. اوكي خلينا نشوف السهنا حاليا ايش راح ياخذون فريق ديفينيتيز البيك الرابع. الرابع بيك الهوم اللي هو ساند كينج بالنسبه فريق الريديان ديفينيتيز. اكيو تاتش ايش راح يفيد ساند كينج هنا؟ شنو راح يسوي؟ انا اقول لك هو ساند كينج اصلا حلو البيك اوف لاين، هو هيرو كلش قوي خاصه الستان مالته ويا التيم ورك مالتهم والدمج اللي يسويه بال فايت. انا اتوقع انه جايبين سانكينج بس على مود انجما، يعني لا ما اتوقع انه صح يحتاجون ستاند، بس هو مو ذاك الستاند القوي ضد انجما. زين برايك لو سانكينج اوكي، يعني انجما انه انجما سنيكي بيكي، سنيكي بيكي بيكي على انجما، سنيكي بيكي اوكي اول ما انجما يشيل التي قبل انا قامز لك ستاند واحاول الغي مالتك الالتي. انا اقول لك انجما انه بالبدايه انه الالتي مالته ما راح تشتغل ذاك الشغل، لانه عندهم هوايه يقدرون يوقفوا. ابسط شيء انه عندك ديسربتر يقدر يوقفه، اود يقدر يوقفه، عندك توكس يقدر... كل الهيروات الموجوده تقدر توقف، بس انا احكي لك على انيجما انه بعد ما يجيب بلينك بي كي بي شنو اللي راح يقدر يوقفه؟ عندك سايلنسر انه بكل سهوله يقدر يوقفه، عندك روبك يقدر ياخذ البلاك هول يقلبها عاليه. فانا هنا ما عندك كاونتر حاليا انيجما، فانا القصد مو المشكله انه الستان موجود. ياب اكيو تاتشي حاليا الباندات شوف الاخيره بالنسبه للفريق بابلون رايحين باند على 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 فانتوم لانسر، كذلك اهم سلارك. نشوف احنا مثل ما قلنا سيف لانيه، يعني كل الماتشات اللي تروحون تبنيد عليها انتي ميج تبند، فيسلس فويد تبند، سلارك تبند، حتى ممكن نشوف جاجرنوت تبند من فريق ريديانت. يعني ما اعرف العراقيين قافلين على هذين الهيروات بحيث جاجرنوت انه اتوقع انه مستحيل يشوفها في البطوله.
ابد ولا مره سووا له بيك لحد الان، مع العلم هو حتى عندك ترى اورزا، يعني اورزا صراحه التحديث الاخير مات يعني اموره تمام، بس لحد الان ما شفناه بالمات. صح لما صح هيتاتشي كنت شفناه بس بلعبه ال، لا لا ماكو قبل البطوله، قبل البطوله انا شفناه باللعبات الوديه، حتى اتوقع باللعبات الوديه ما حد اخذ اورزا. الاورزا الابلت الاولى مالته يعني ترى خرافيه يعني صراحه، صاحب الشارد صح كلش مرعبه. وذا شارد يعني هذا هو شغلته روشان يعني بكل سهوله، حتى مو ممكن الا يشتري شارد يعني دريفتين معك يوتاتشي. لا هو صعبة انه يطب روشان يرزق خاصة باللعبات هتشي، لعبات يعني بالبطولة، لان مستحيل يعرفوه بسهولة يا اخي. هذا اوكي يرزق اجي 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 اورزه اخر بيك بالنسبة لفريق بابلون. شنو رايك يوتاتشي؟ شنو سمعوني معقولة دي سمعوني؟ ولا اللايف ستريم متاخر شيء؟ اتوقع سمع. لا اللايف ستريم متاخر. بس هو الصراحة كلش حلو، خاصة انه ضد الاوفلاين اللي ضده حاليا، لان اذا لعب بتوسكو وسان كينج بالاوف لاين يعني اثنين هيروات ميرلي، فيعني ايش راح يسوي بيهم؟ او ماي جاد از فين اجين، بدون ما يحتاجون يعني بدون ما يحتاجون يفكرون بالقرار راحوا بيك از فين. اوكي لوتشي ما شفنا تايتندر وما شفنا ماجنوس، اوكي الامور طبيعيه، يحاول انه يدخل بالسيف زين، لان البكات حاليا صراحه انا اكيو تاجي البكات كلها خلصت قدامنا، عندنا ديسربتر، عندنا اودي، عندنا تاسك، عندنا سان كينج، عندنا سفين، بالمقابل عندك فريق الداير اللي هم فريق بابلون، عندنا انيجما، انفوكر، اي اي، نايت ستوركر، اورز. منو تتوقع راح يكون الايرلي تيم فايت اليه وشنو السبب؟ والله الصراحة انه انا لحد الان قافل على سالفة واحدة، انه انيجما هنا راح يلعب لعب كارثة، انه ما عندهم الشيء اللي يوقفه، خاصة إذا قدر يفرم وجاب البي كي بي والبلينج مالته. فشوف الأفضلية لحد الآن الفريق اللي هي بابلون. صح عندك تزفن وعندك هيروات قوية هنا، بس عندهم مشكلة اللي هي أنيجما حاليا. أو ماي جاد شوف البيبي انفوكر يخبل صراحة أنا كيتاتشي. أنا أتفق وياك، بس إحنا يعني حتى نتأكد من الماتش هذا لازم نشوف شو راح يصير بالماتش هذا ومنو حيتفوق باللاينات حاليا. حتى اذا اشوف لي انيجما حاليا عنده يرقص مرتاح متونس. واذا اتوقع انه الديسربتر هذا ثاني بكين بيك لو اول بيك، اتوقع الديسربتر الثالث مره يتبيك اكو مباراه ما سوينا لها لايف كان اخذوها بيها، لا الثالثه لا الثانيه يعني مو بعيده. anyway هم يعني البوزيشن 5 كانت الحلوه. انا لحد الان بس البوزيشن 5 مثل ما قلت لك بيبي ريج حاليا هم اكثر بوزيشن 5 شفته يعني صراحه ارتحيت عليه، يعني حتى فريق تشريب جيمنج صحيح كانوا متفوقين بالجيم، بس مثل عمر النجار صراحة ما شفت الكسبورت. بالفقار بس يقول لك بالستريم انه غير الاسماء، يقول لك بعد ما اللعبة القديمة. اوكي ياب ياب عاشيدهم عاشيدهم الشباب. شوف هنا حاليا اكو تيم فايت سريع صاير عندنا بالتوب لين، بالتوب بالباتم جنجل، ورايح انا اول واحد الزرقت عينه اللي هو نايت ستاركر. يعني اوكي مان مستمرين فريق هنا، فريق ضربيين طابين بتيم فايت. شوف لي فريق لوتشي هنا، ناجي رايح لو اتش بي وناجي از ديد. تيم فايت بعدنا اول 15 ثانيه مع عبره، بعدنا بالكول داون ينزل العدد. يعني اي كي تاتش ايش صار؟ او ماي جاد مان صار يعني عندهم الافضليه هنا بالبدايه، لان ثانيا حاليا عندهم ثانيا خاصة ويا توسك. والله شكله لوتشي حامي مثل واطي، ما اعرف اذا حنشوفه بهذا التيم فايتات قوية ولا لا. طبعا نشكر الشخص اللي قال بدل الاسامي، وي ريلي ابريشيت ات، ثانك يو فيري ماتش. حاليا نشوف انه حاليا عندنا اودي بالميد لين يحاول يسوي بلوك للكريبات، خلينا نعرف اللاينات هنا على السريع. عندنا ناجي يلعب بالميد لين ضد اودي، بالمقابل عندنا هنا عندنا سان كينج اللي هو بالتوب لين هو وتاسك، بنفس الوقت عندنا هيمو اللي هو البوزيشن 1 بالنسبه لفريق بابلون. صح تاتشي؟ صح. وكذلك اي اي ابو عيون هم موجود بالسيف لين يحاول يسوي له سبيسنج بالنسبه للاورزه. بالجهه المقابله عندنا هنا بالسيف لين موجود عندنا انيجما وديسرابتر وسفين لوتشي وكذلك نايت ستوكر. قافلين على اكيو تاتشي جماعه ديفينيتي جماعه لوتشي ديفينيتي شو حامين فد مره بالتيم فايت من البدايه. شنو رايك؟ ممكن نشوف احلى جيم لحد الان؟ اكو لعنه بزبن انه الياخذ يصير حامي الجيم. هو شكيد ويا الالتي مالته 100% يقوم يشوي يعني صراحه، بس خلينا نشوف كل زفين زفين
يعني شفنا فريق واطي يعني صراحة يعني أبدع باللين مالته. خلينا نشوف هنا الماتش هذا هم راح يبدع لوتش بنفس هذا بهذا الماتش. حد الآن ده أشوف ست لاستداد والميد عندنا هنا. خلينا نشوف أكيو تاتش ما قلت لي بالميد أو أنا ما سألتك صراحة. أو دي مقابل انفوكر من يفوز باللين إيرلي كفارم؟ والله حاليا بالبداية كفارم انه اشوف ان حسب الفلت مال الفوكر حاليا اشوف اودي الافضلية. ياب هو قدروا ياخذون عليه كيل من بداية الجيم، عندهم تو كيل بالنسبة لفريق ديفينيتيز بهذا الماتش. بنفس الوقت ابسولوت ديفاين موجود بالتوب جنجل دي يحاول يزاحم دي يحاول يخرب اللين على 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 فريق الداير على اورزا اللي هو هيمو اللي شفناه بالماتش مال فرنسا مونشان رايح فانتوم اساسينيشن. خلينا نشوف اكيد لي احنا اكيد لي على اساسينيشن. خلينا نشوف لي هنا انا دي حاولتهم اي تقدر الفقار انه تقدر توقف يعني اللعبه بس تغير لنا الاسماء لان غيرتها غيرتها لا مو متاخر اي كيو تاتش دونت وري مان انت اول ما قلت لي قبل مو عندي يدزون رسائل لي لا لا ديفينيتي هسه حاليا يلعبون ريديانت وفريق بابلون يلعبون جهه الداير يعني انا متاكد منها جارانتيد مان دونت وري مان تو ما قلت لي بس الستريم متاخر فهم راح يقولوا لك او ماي جاد الستريم هذا شنو هذا اليوم اليوم اللي قبل شهور يعني ثلاثه بالجروب انا وين عايشتكم شباب على هذا يعني صراحه ملاحظه ما انتبهت عليها. بنفس الوقت شوف لي هنا عندك اي اي دي حاول تسوي دقر على ابسولوت ديفاين. بنفس الوقت عندنا هنا دارك سولز موجود عندك بالتوب لين حاليا انجما قتل الكورير مال زفن اللي بيفوتس يعني كان هذا البوت يمكن ياخذ لك كلات ياب خاصه ضد انجما ياب وخصوصا ان زفن زفن يعتبر سلو هيرو يعني راح ياثر عليه هذا فشي بقدر 50 ثانيه لا ما ياثر ياثر عليه انه الى الافضليه يعني اسرع بهواي يصير يعني صح هو سريع الهيرو زفن اول ما ينزل اللعبه يعني ما تقارن مثل انيجما ونايت ستوكر بس تفيده يعني 40 موفن سبيد. اوكي شوف لي هنا حاليا اكو ايتاتشي اكو ناجي واودي بالفريق عنده سرعه كاتب بيناتهم لكن اودي متفوق حاليا بالايرلي جيم. بنفس الوقت عندنا فايت بالتوب لين واورز هنا أنا موجود هيمو يحاول يجيب كيل على ابسولوت ديفاين. بنفس الوقت يحاول يسوي دوج بس جارنتيد تو كيل من هيمو وراح كيل اول بالنسبه لفريق بابلون. جيم حامي صراحه انا كيتاتشي كيف متوازن بين الاثنين والبكا صراحه راح تلعب دور صح لو مو صحيح؟ تلعب دور كبير عندك يعني قبل ما حتكون انت اكسبيرينس عالي عندك بالماتش هذا بكاثم راح تاثر راح يكون لها دور بهذا الماتش. لهذا السبب انا سويت له ستريم هذا الماتش لان يعني الرانكات مالتهم متقاربه. فخلينا نشوف هنا هيمو مستمر يحاول عايف الفارم يحاول يسوي دقر على على السيف لين. بنفس الوقت هنا سنوب بول وهنا سان كينج از ديد باي اي اي ورايحين تيم فايت امورهم تمام حاليا بالنسبه لفريق جماعة هيمو دي يرقص ويمرح بالسيف لين. بالمقابل عندنا هنا زفين الكورير واخيرا رجع مرة ثانية حيروح يجيب الغراض مالته والحذاء مالته لان هو دي يمشي حافي واموره شوية من اللاصة. نفس الوقت عندك هنا ديسربتر هم موجود وشفنا هنا اول بوز بالماتش اول سكليك اوكي مسكليك اف 9 وات عادي تصير عندي تدري ليش يعني الواير ما السماعة فوق الاف 9 مرات شوي ارجع لورين يضغط عادي 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 هذا نوت بيج ديل صراحة احنا بعدنا بس واير مو بس هاي عندي عندي متأكد بس الواير بالبطل بيبسي اللي قلب على الكيبورد والله مشكلة عصير اوكي شوف لي هنا عندنا ناجي بالميد لاين مستمر اودي يحاول دائما يقبغه بالميد لاين. شوف اكو تيم فايت حاليا بالتوب لاين حاليا شوف لي البوتم اوه ماي جاد لوتشي اكو تاتشي حخصم مرات ليش ما قلت لك تيم فايت بالبوتم لاين. شوف لي هنا نايت ستوكر اجى الليل على لوتشي ولوتشي وين راح يروح هنا دي يحاول يفلت من التيم فايت راح الماجيك ستيك عنده موجوده جت بالتيمينج نايس ستان على نايت ستوكر موت تيبيات وين؟ اطلع تيبي ساند كينج ايش منتظر هنا تيبي كلش متاخر شباب يعني انتم من او ماي جاد جايز توسك وديسربتر متاخرين بالتيم فايتات هذا صراحه يعني شوف هنا سان كينج انا بس اف كول داون ديسربتر انه حاليا كان ميت يب 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 ميت انا دخلت المفروض توسك انه اسرع شوي توسك او المفروض سان كينج حتى لو ولا هو بالاوف لاين يعني صراحه ينقذ سفين من بوزيشن يعني صراحه سان كينج ترى عنده كول داون اي اعرف اعرف كول داون عنده انتبهت على الشغله صراحه توسك الوحيد المفروض انه كان يب يب طبعا هذا السبب بالدقر مال هيمو بالسيف لين يعني انه ماكو التيفيات كلها كول داون فحرفيا اتس اوكي. خلينا نشوف لحد الان يعني
دا نشوف الجيم متساوي من ناحيه الفارم، بس عندك اودي رايح 30 لاصق مقابل شوف الانفوكر. شوف حاليا، شوف خلصاني على اوكي، حط مرتين حصرف من راتبك على كيتاتشي. شوف هنا الديسربت حيخلص راتبك من هنا من هنا تسترخص حاليا كلها بالبوتم، المفروض انك فاول البوتم. اوكي اوكي ام سوري ام سوري. لوتشي هنا حامي صراحه، دي يحاول يجيب كل على النجمه، 5 كلات مقابل 3 كلات. خلينا نشوف هل فريق ديفينيتيز راح يسوون تيم فايتات قويه او لا، هل راح يقدرون يعدلون من البيكات اللي هم ماخذيها كاكسبيرينس، لان اكريتاتشي يشوف لي هيمو مرتاح باللين مالته. لا هيمو كلش مرتاح باللين، لان عندك اي اي انه رانج هيرو دا ياذي ترى مدى باقي الفولو دا ياذي سانكينج وتوسك ودا يشتري سنتريات انه للجسمه الاختفاء مال سانكينج. ياب شوف لي هنا مانا اكستراكشن من انفوكا، بس المور باسف خلي انا حاضل باوع على السيف لاين، لان ما اعرف يمكن لوتشي حامد يحاول يدخل اكثر من مره على البوتوم جنجل، وهذا فشي مو من صالحه. يعني انت ما يمك البوتوم لين، يعني صراحه حاول شويه تهدي لوتشي، لان يعني انت هذا فد مره الحماس اللي ماخذك راح يخسرك هذا الماتش صراحه. خلي ديسربتر يسوي لك سبيسنج، احنا مثل ما شفنا فريق تشريب جيمنج شلون كانوا مسيطرين بالماتش ماتهم، منطين سبيسنج كامل لسفين، اجيب ايتمات اضبط وضعي ممكن اخذ لي كل كلين اذا يعني وصلت من السالفه. بس شوف لي هنا ديسربتر يحاول يرجع نايت ستوكر، لان الليل موجود، ومن يجي الليل شي خلصك من نايت ستوكر يجيك حتى بالحلم. اي والله شوف حاليا عركات مستمره، هنا ماجنتيود من ديسربتر، بنفس الوقت هنا النجمة موجود يحاول يسوون تيفا، يحاول يجيبون كيل على ديسربتر، التي من نايت ستوكر داخل ورا التورات، وهنا اجى تيبي سريع تاسك بس جارنتيد تو كيل من شوف هنا تيليبورت سريع من سانكينج، راح يحاول يشيل ستان وهذا اللي يقصر به، راح يطلع من التيم فايت. اوكي عنده التي ودنيا لين قبل ضربة طفرة، فصراحة ما راح تكون كلش افكتد في هذا الماتش التليبورت من السانكينج. نفس الوقت اي اي هم كذلك التليبورت للميد لين، لوتشي حاليا موجود يحاول يجيب كيل على نايت ستوكر، بس للاسف النايت ستوكر متفوق لان عنده التي واموره بالعالي العال طاير بالسماء وما حد يقدر يوقفه. اودي اودي شو نشوف هنا، عباس راح يحصل عركه بالسيف لاين. شوف هنا سفين موجود، لوتشي موجود راح يجيب كل، سانكينج موجود بنفس الوقت، ماجنتيود من ديسربتر يحاول يطلع من التيم فايت. اوكي سانكينج هنا التي بنفس الوقت، عندك هنا ناجي تليبورت سريع بنفس الوقت، هنا كيل على سفين علي، لوتشي از ديد باي ناجي ات ذا سيم تايم، هنا عندك توسك ابسولوت ديفاين يحاول يسوون تيم فايت، قدروا يجيبون 2 كيل مقابل اونلي 1 كيل بالنسبه للسيف لاين. عركة سريعة خفيفة على المعدة، وهنا نشوف لي هيمو مرتاح متونس دي فرم بالتوب لين، راح يلعب دور كلش كبير هيمو اكيتاتشي، بس نتمنى انه ما يضل يفرم. بس نفس الوقت لا هو متعود على الفارم يحب يفرم هواي، مش عجب ما راح بتر فيوري عمود الفارم يصير له اسرع. عندك اودي حاليا دا يلعب لعب كلش حلو، خاصه اللي سواه حاليا بالبوتوم، اتوقع راح يساعد الزبن كلش هوايه، انه عكس اللي شفناه قبل شويه بستورم انه مدوسه كل شيء ما قدرت تسوي، ما هو كل سبيس اللي يساعدها. اكو تاتي شكيد يساعد، لان هو بالميد لاين حاليا هو عنده 48 لاصد مقابل انفوكر عنده 29 لاصد، فانا هذا الشيء كلش طبيعي، بس اذا لاحظت الانفوكر قدر يجيب كل على الزبن. انا قلت لك انه انفوكر هذا اللعب مالته انه يحتاج ليفل بالمد اكثر من اللاست هيت. ياب اي اي مستمر بالشغل مالته، يحاول يورد الامور تمام، بيحاول يريح الفريق مالته. بنفس الوقت عندنا هنا سفين يلعبون تربل لين تاسك وسفين، وكذلك عندنا ديسرابتر خلينا نشوف هنا راح يقدرون يوقفون بنايت ستوكر، بس يضيع عليهم فاهم مايكل تاتش، ولو سفين عنده حاليا 59 لاصد مقابل هيمو عنده تقريبا 60 لاصد. اذا تشوف لي حاليا اودي انه اللي دايبني اول ايتم سبتر، توقعت شنو السبب؟ اوه نايس دينايد من ناجي، او ماي جاد مان جود دينايد من عنده على اودي على مود السكول الثاني مالته انه يبدي يدمج الكريبات كلهن نفس القبل اللي كان الاود يشتغل عليه، ونفس الوقت انه يصير عنده اثنين يعني مارتين يقدر يفعله. شوف حاليا اكو حاليا تربل لاين ابسولوت ديفاين وديسربتر وسفين، يحاولوا يعطون سبيسنج لسفين او يحاولوا يجيبون تيم فايتات. هسه ممكن نشوف اكو هنا اي كيو تاتشي بلاك هول، اي كيو تاتشي بلاك هول جاهزه موجوده عند انجما، ممكن نشوف تيم سايت ابسولوت هنا موجود، حتى ما راح يلحق يشغل سنوبول. اوكي راح لنا مانا اكستراكشن، شوف لي هنا او ماي جاد نايس بلاي من تورنادو من انفوكر، قدر انه يجيبون بيها كل على التاسك بهذا التيم فايت.
نايس جانك صراحة اكي تاتشي يعني ردة الفعل من فوكر كلش حلوة كانت تخبل تخبل مانا اكستراكشن التايمينج التورنادو يعني امورها عال يعني عال فرق عرف انه طاحر على كريبات بالسنوبل ياب جيم سنس اكي تاتشي احنا بدنا نحكي على جيم سنس كل ما يتقرب بالبطولة يب. اكثر واكثر يزداد الحماس وبنفس الوقت نشوف لعبات حلوة من كل الافرق الموجودة ويانا يعني. اكي تاتشي شو وقت تيمو ممكن يدخل تيم فايت بعد ما يكمل الديفيوزل لانه هو حاليا لما دايب نبيوزل انه راح يريد يدخل فايت بسرعه يساعد التيم مالته اوكي شو عرفه عرف اودي كان يحاول يسوي جانج للتوب لين فقبل سحب مواضيعه هنا نزفين طفل للميد لاين عاف السيف لاين صراحه دي يحاول يفرم بالجنجو عنده خوش استاكات هنا أنا شايل التي هذا الاستاك كلش راح يعطي باف لسبلين حتى يساعده بالتيم فايتات الجايه حتى يخلص الايتمات اللي يريد يجيبها نفس الوقت نايت ستوكر مستمر بالدقر على الباتوم باتوم لين دي يحاولوا يسوي بريشرينج على فريق ديفينيتيز بالتيم فايت يعني باللاين اوت مالتهم بنفس الوقت عندك فريق ديفينيتيز دي يحاول يفرمهم على اليوتيوب ما رايح زمن بهذا الماتش حاليا خلينا نشوف ايش راح يصير من راح ياخذ هذا الجيم صراحه ماتش كلش حامي كل الشباب الموجودين صحيح اكو قدامكم يعني منو الفريق اللي حيفوز بس ايدكم تكتبون بالتعليقات منو الفريق اللي حيفوز هذا الماتش من نظره يعني من انتم حسب نظرتكم انتم لهذا الماتش من اللي راح يتفوق كتبونا بالتعليقات سووا سبام هيك لكم ترسون التعليقات كلها لا تنسونا باللايكات وهذه الامور كلها اللي كلش هذا تفيدنا احنا كدوتا دوتا 2 كوميونتي حتى نقدر نحكي باسم الدوتا 2 كوميونتي اكيو تاتشي سان كينج شنو رايك بي والله سان كينج حاليا اتوقع انه جاب بلينك بالكورير عنده حاليا نعم جاب بلينك بالكورير فانه راح نشوف من عنده هسه راح يدخل فايتات ويا جماعته يعني راح نشوف عاركني شلون عاركني اي اكيد لا مو عاركني اكيد لك هنشوف من عنده هذا المفروض اي والله حاليا عندنا بلينك وهودي حتوقع كمل السفتر وزفن هو بعد حامي بس زفن صح حامي بس لحد الان ما عنده بلينك اكيتاتشي ما يحتاج البلينك حاليا تاذى باللين مالته اوكي خلينا نشوف اوكي عندهم سنوبل اوكي خلينا نشوف هنا تليبورت سريع من سانكينج دي يحاول يساعد بالتيم فايت اكو سموك شافوا انيجما اكو تيم فايت حاليا من فريق ديفينيتيز بنفس الوقت نشوف هنا زفين انيجما خاتل وكذلك عندك نايت ستوكر خاتل شنو عندهم وارد هم شافوا انيجما هنا انا توقعتهم انه راح يروحوا له مباشره بس انه ما اعرف ليش انسحبوا عارفين انه كان اكو تيم فايت حاليا هنا لو ما اعرف صراحه انا شغله غريبه لما كان اكو اي واردات هنا انا اقول لك انه نايت ستوكر وانيجما انه لما شافوا وزفن طلع من السموك قال لك انه جماعته وراه سموك كانوا ياب شوف لي حاليا هنا اودي ممكن نشوف التي من نايت ستوكر هذا التي مال نايت ستوكر كلش ما راح يكون بصالحهم لازم يسحبون انسحاب تكتيكي نفس الوقت هنا التي من علي ليش يحاول يساعد ديسربتر ديسربتر از ديد اودي موجود هنا علي ليش فري لو اتش بي ورايح بالتيم فايت حاليا فوكر موجود قدروا يجيبون كيل علي الي ليتش بهذا التيم فايت سنو بول متاخره حاليا من فريق ديفينيتيز دي حاول يجيبون بها كل قدر يجيب كل على انيجما بنفس الوقت سان كينج از كامينج كلش متاخر دي حاول يجيب بها كل على اي اي انفوكر هنا قدر يجيب هيمو وين هيمو هيمو جاي للتيم فايت او ماي جاد مان صراحه انصدمت بهذا الشيء وادفانتج رايحه بالنسبه فريق بابلون اكيو تاتشي كان المفروض على فريق ديفينيتيز يطبون بالتيم فايت ويا الالتيمان نايت ستوكر عادي ان يطبون بالفايت ان كانت لهم الافضليه بس انا اقول لك شنو اللي خربها عليهم انه اودي المانا مالته خلصت بنص الفايتس يعني هو حاليا لعب السبتر على مود السكول الثاني مالته يصير اثنين طلع من بوكر انه خلصت المانا هذا هو سيف بقتها ديسربتر والمانا خلصت بعد ما سيف ما حبس انفوكر يب. يعني كان المفروض انه السكول الثالث انه اوكي انت لو تلعب على السكول الثاني لو السكول الاول الثالث اقل شيء لفل على لفل ثلاثة يا اخي لعبتك حلوة بس ان المانا طبيت انت اصلا مانا ماتك قليلة خاصة عندك الالتي مع ديسربتر انه قبل انه فعل الالتي عليهم زين انت برايك حاليا الادفانتج المين تكون اكثر حاليا انا يعني شفت زفين يعني صراحة تأدى كلش بكل فايت عندك حاليا الافضليه انه الفريق اللي زفن الريديانت شلون اي كيو تاتشي الريديانت انه شفت احنا تيم فايت الاخير ما قدروا يعني تقاوشون ويا ما قد ما ضبط عندهم الفايت بس انه كايتمات حاليا عندهم وكالتي قويه انه الافضليه لهم انا اشوفها من يعني
وجهة نظري. زين ما تحسون من هم اوكي انت قلت انه افضليه بس اوكي هي بالنسبه لهم الفايت اللي صار اللي فايت اللي صار استعجلوا بالتيم صار فايت هذا؟ خطأ. شلون؟ اوكي استعجلوا بالتيم فايت عشان انا اقدر اطق السرابتر استعجلوا 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 انه استعجلوا كان اودي شويه بعيد عن الفايت وسانكينج بعيده وزفن حاول يطب فايت وانجما كان وراهم انه توقعت انجما راح يضرب زفن التي انا ما شفت سانكينج بالتيم فايت هذا جا كلش متاخر متاخر كلش متاخر كان حاول يفعل التي من بعيد بس انسحبوا ذاك الفريق بطل مو انا السالفه انا كنت اتكلم السالفه اللي تدقر انه انت شفت ديسرابتر يعني انتوا قبل شويه كان نايت ستوكر ونجمة يبشون على اللاين وانتوا شفتوهم اختفوا من الماب يعني شيء اكيد ما راح يكونوا انطفروا ورجعوا لللاين مالتهم فالبوزيشن مال ديسرابتر المفروض كان يكون انه احسن اكيد شافوا ربحهم وجهوا ياب اكيد شافوا ياب فكان المفروض ديسرابتر ان يكون بوزيشنه شويه اضبط لان هذا الشيء خلى زين يدخل بالتيم فايت وصراحه ثلاث هيروات اربع هيروات انفوكر موجود عندك نجمة كان موجود عندك نايت ستاركر كان موجود باللاين هم كذلك ف يعني اوكي مو مشكله خلينا نشوف هسه هنا حاليا تيم فايتات من راح يتفوق راح يتفوق فريق بابلون او فريق ديفينيتيز ومثل ما قلت انت تاكيو تاتشي يعني احنا شفنا انفوكر هنا صحيح هو متاذي بالميد لاين مالته بس سالفة ليفلات لا اكثر انفوكر يحتاجوا كليفل اونلي ويعني راح يكون كلش افكتد بهذا الماتش حتى لو ما انفرم كلش هو يعني 56 لاسيد مقابل 76 لاسيد ياب المية يحتاج الفارم ياب المية يحتاج الفارم العفو توسك ما شفت ما عنده ولا جانك صراحة يعني الجانكات اللي ما شفنا توسك اذا تركز لي عالية اذا توسك تركز لي عالية دا يسوي ستاكات اكثر ما يقدر انه لزفن حاليا دا اشوف اكثر شيء من الانشن تقريب انه دا يسوي ستاكات ويحاول يكون بالفايت فيعني هم صعبة عليه ياب خلينا نشوف هنا من راح يقدر يتفوق من هذا الفريقين من اللي حيفوز هذا الماتش اللي احنا نعرف ان احنا عندنا سنجل اليمينيشن يعني اذا تخسر يعني معناته انت برات البطوله بنفس الوقت نشوف هنا نايت ستوكر راح يلعب ميت سوى اللي عليه باللين مالته نقدر نقول فاز اللين على زفين بس بنفس الوقت زفين يحاول يفرم يحاول يجيب كل الايتمات هنا راح يروح يجيب بلينك بقل شويه شوف هنا طاب تيم فايت تورنادو مانا تورنادو من انفوكر وعدي مانا اكستراكشن راح يطلعهم برا الاول تيم من اي اي او ماي جاد مان طابين بتي فايت بنفس الوقت اوريدي يحاول يجيب كل بلينك سريع من سانكينج بس هنا يمكن guaranteed to die نايت ستور كار من اودي بنفس الوقت هنا نبدا نشوف اكو تيم فايت صار خفيف لطيف على المعده بالنسبه لفريق ديفينيتي بنفس الوقت من الزفن حاليا ما قاعد نشوف بوز من الفريق غريبه صراحه ملتهين ملتهين بالتيم فايت اكو تاتشي ملتهين بالتيم فايت ايه فايت قوي ما منتبهين عليه صح هي هذه السالفه صراحه اسوأ ان شاء الله سالفه البينج وسالفه الانترنت كونكشن بس يعني احنا وصلنا مرحله انه هلو مان 4G موجود فعل هوت سبوت مو الا تشتغل بالشركات التقليديه تسحب من الشركات التقليديه اربط تليفونك ومشي امورك على على الحاسب مالتك راح يكون عندك البينج مستقر 100% مثل ما تشوفوا حاليا قدامكم البينج تقريبا اقل من 100 بمنطقه يعني احكي لكم اياهم صراحه احنا المنطقه مالتنا اللي هي منطقه الكراده بيها نويز فظيع نويز يعني نويز فظيع بالمنطقه فالافرج مالتنا يكون من 140 وتصاعد ف يعني يمشي وضع اساس يا الفورج تكنولوجي مالتهم ايتاتشي اراجع لك عماد اوكي لاعب نعم أوكي. قبل أوكي. ما اروح واحد تنزل حتنزل لجو يب بس اشوف عليه يلا اوكي اوكي تمام شوف عليه تمام بما ان سفين ديسكونكتد خلينا نشوف شويه تعليقات شنو الموجود عندنا هنا قدامنا اكو ولد اسمه مهند من تيم بابلون اليوم عيد ميلاده منو مهند اوكي ما اعرف مهند 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 ما اعرف صراحه منو مهند للاسف اوكي شباب كتبوا لك كل عام انت بخير مهند حتى لما نرجع مره ثانيه يشوف الستريم مالتهم يشوف انه احنا كاتبين لك كل عام وانت بخير شباب اللي موجود باللايف ستريم يكتب مهند من تيم بابلون اليوم عيد ميلاده يعني اليوم اذا فاز هذا الماتش واليوم عيد ميلاده حصل فرحه فرحتين ولو انا ما اعرف ليش الواحد يفرح بعيد ميلاده صراحه شغله غريبه anyway خلينا نشوف هنا التيم فايت منتظرين هنا زفين لوتشي اللي تاذى باللين مالته كان هو ناوي طوب تيم فايت ضد نايت ستوركر بس فصلته يعني anyway رجع مره ثانيه زفين لوتشي بالماتش هذا خلينا نشوف صراحة جيم كلش حامي جيم كلش نار ما نعرف منو حيفوز هذا الماتش كتبونا بالتعليقات شباب بالكومنتات
منو حيفوز هذا الماتش، ديفينيتيز او بابلون؟ اوكي رجعنا مره ثانيه للماتش. ديسربتر هنا موجود، اودي هنا موجود. صراحه الاودي متفوق بالميد لين صح، بس بنفس الوقت عندك يعني فريق الداير مسيطرين على الماتش هذا اكثر من فريق ديفينيتيز. خلينا نشوف التيم فايتات الجايه هي اللي راح نحكم على هذا الموضوع اكثر واكثر. يعني ابسولوت موجود هنا، ابسولوت ديفاين ما شفنا من عنده تيم فايتات قويه، ما شفنا منه جانجات على انفوكر او جانجات على البوتوم لين. شفنا انه نايت ستوكر كلش مسيطر هو وانجما بالبوتوم لين. عندنا هنا ديسربتر، دائما احنا نحب نذكر انه ديسربتر او اي بوزيشن 5 سبورت، يعني حاول تكون بوزيشناتك تكون اضبط، تحاول انه تلعب ورا فريقك الا في حالات انت تريد تسوي واردنج، يعني هذا فشي من حقك. بس بنفس الوقت لا تخلي تيمك يدخلون تيم فايت بتايمينج سيء، لان انت الماجنتيود اللي عندك ممكن تفيد ضد انجما او تفيد ضد، ولو ان هي صراحه يعني ما راح تكون جود شغله زينه بالنسبه للانفوكر، يعني حيستغل هذا الماجنتيود اللي موجود عند ديسربتر. اوكي هيمو ستارت فارمينج، جاب الديفيوزل حاليا ودخل للجنجل. نتمنى انه ما يكون مثل فانتوم اساسينيشن بالجيم مال افران سامون، يدخل للجنجل بعد ما يطلع من دقيقه 60 يحاول يفرم قد ما كان. فنتمنى من عنده تيم فايتات، لان حاليا تيمه متفوق باغلب اللينات. صح انه عنده سفن عنده 167 لاست، بس البكات وبوزيشن نايت ستوكر يعني تمام الامور. انا صراحه هذه اكيوتاتشي اكيوتاتشي فريق ديفينيتيز يحاولون انه ما اشوف اكو سبيسنج لزفين، كلهم تلحق ورا زفين. اوكي زفين روح فرم منه، روح فين المفروض انه يستغلون الفارم اكثر، يعني ليش كلتهم نفس الجنجل اكيوتاتشي او الريد ومشي امور هنا. احنا قبل شويه طلعنا من التيم فايت. انا اقول لك ليش هسه حاليا هم سموك راحوا يا باي نفس اللي قلت لك اياه. شنو التي حاجه عجب استعجب بالالتي التي من زفين هنا، ما اعرف ليه صراحه. حامل شاف لك هنا انفوكر، انفوكر موجود شالو بلينك نفس الوقت ماجنتيود واز ديد من لوتشي على ناجي بالميد لين اكيو تاتشي. اتوقع نفس السبب اللي اسولف لك عليه انه هو هذا، انه صح عندهم ستان وصح عندهم التيمت ديسبتر وستان مال توسكو نفس الوقت السنوبل، بس ما يقدرون يقتلون هيرو من الهيروات اللي ضدهم. بس اي يمكن اي ممكن يقتل، فيحتاجون زفن وياهم بالفايت على مود كل اكيده. شوف لي شوف لي شوف لي شوف لي اكيو تاتشي ليتشي هنا موجود، الفارم اللي اخذه بالبوتوم لين صراحه كل زين، قدر يجيب كل على نايت ستوكر ويرجع مره ثانيه بالانتقام. تليبوس سريع من هيمو والتي من اودي، او ماي جاد بلوك هول من انجما. بس مثل ما قلت لك سان كينج موجود هنا بالتيم فايت، انجما رايح لو اتش بي 2 كيل مقابل 3 كيلات، زفين لحد الان بعد عايش، هيمو موجود يحاول يدخل بالتيم فايت، ديفيوزر مالته موجود وقدر يجيب بيها الترا كيل من هيمو على فريق ديفينيتيز. ممكن يشوف رامبيج، ادخل سوي رامبيج، تقدر تسوي رامبيج. انفوكر هنا موجود سنس تراكات يحاول يدخل بالتيم فايت، انفوكر رجع مره ثانيه يحاول يمشي نفسه، ما اعرف اذا حيلقى ابسولوت ديفاين راح يكمل عليه او لا، بس صراحه كل الصعبه. ايكيو تاتش الا شوي كان يجيب رامبيج. هيمو عندك البلاك هول الصحيحه من الثلاثه هيرو بيها انه من انجما، بلاك هول صحيحه اغلبهم لزم توسك بيها اللي الستان ولزمهم، يعني ما يقدرون يسوون اي شيء، وهيروات نيعد ما تفشانت بلاك هول كلش حلوه قلبوا الفايت 180 درجة عليهم. ياب السوبر ستار مال هذا الماتش حاليا هو هيمو اورزا اللي هو اول مرة يتبيك بهذا الماتش. اوه هاي شنو هاي شنو تاسك از ديد، التي هنا من اي اي بس راح نمس التي بنفس الوقت، زفين قفل على نايت ستوك وقدر تجيب عليه كيل مرة ثانية. ايتاتشي جيم حامي صراحة، الكفة متوازنة بين الفريقين، بس ادفانتج اكثر بوجود هيمو بهذا الماتش، فما اعرف صراحة بوجود انجما انه هيمو ما كان يقدر يسوي شيء بدون البلاك هول. ياب لاب ياب ياب الصحيحه اكيو تاتشي اكيو تاتشي. اكو حاليا تيم فايت، اودي وسان كينج رايحين هنا على انفوكر، بس للاسف ماكو داست عندهم. نفس الوقت هنا اودي راح على اي اي، راح نشوف الحين راح يجيب كيل انفوكر، راح يدخل ناجي بالميد لين هنا سانست رايك وكيل على انفوكر. نفس الوقت او ماي جاد لوتشي دخل بالتيم فايت وقافل على نجمه، قلتها كيل على انفوكر انت قلتها. ياب ليه صفنت انفوكر؟ افلت لو تدخل بالتيم فايت، لو شيل تورنادو او تطلع من التيم فايت صراحة، لان احنا بدنا نحكي اذا خطأ واحد يكون من الفريقين ممكن يخسر الماتش يعني صراحة، وهنا هذا حيعطي ادفانتج لزفين لوتشي حتى يفرم بالبوتوم جنجل.
اكيوتاتشي هل المفروض على اورزا يستمر بالفارم؟ يعني هو عنده بلينك عنده ديفيوزل انه يحتاج حاليا بي كي بي، يعني بس ما رايح بي كي بي حاليا يجي باش. لا رايح بي كي بي. اذا اشوف لي حاليا اذا اشوف لي الفايت اللي راح اذا ترجع لي بي انه يورزا حاول اول واحد يطب بالجيم، بس شنو اللي اخر اوتي نودي رايح لسبتر انه يقبق بي، شنو بده يسوي؟ ما يقدر يسوي شيء انه طلع من الفايت. ياب بس حاليا عنده بلينك عنده ديفيو زر عنده بي كي بي. اوكي طب قبل بالفايت ما ينخاف عليه. يس اكيو تاتشي هنا ممكن نشوف تيم فايت على روشان. شوف لي هنا اكو سموك حاليا بي من فريق الداير. ليش اورزا من كل من حقه يطب على روشان حاليا؟ اوكي من حقه، بس انه يتوقع التيم ضده انه يعرفون فيحاولون ياخذون كل اول شيء قبل ما يطبون على روشان. اورزا مستمر بيرفارم اكيو تاتش، ينتظر البي كي بي على قولتك حتى يدخل بالتيم فايتات اللي موجوده حاليا اللي نشوفها قدامنا. اكيو تاتش تقدر شوي تحلل لنا على الماتش هذا وشنو اللي حيصير بين ما خلص شغله بيجي سريع؟ اوكي هسه حاليا عندنا زفن كمل البي كي بي، حاليا الفايت اللي راح نشوفه بالنسبه كلش اقوى، يعني لا يقدر يوقف انفوكر لا يقدر، عندك بس البلاك هول اللي راح توقفه بالجيم. حاليا نشوف من عندهم سموك انهم متحضرين انه يطبون فايت، لان حاليا زفن التي كول داون التي قبل فعلها. ياب اكيو تاتش يصعد للتوب جنجل يحاول يدخل بالتيم فايت، لازم لك هنا نايت ستوكر واي اي التي صحيحه بنفس الوقت، تورنادو من انفوكر موجود هنا بالتيم فايت، اورزا موجود جاب البي كي بي نايس تايمينج بنفس الوقت. شوف لي هنا ديسربتر رايح ممكن يروح يكون تيم فايت ولا ادي بوزيشن كلش خطا بنفس الوقت، مانا اكستراكشن بلينك سريع من اورزا، التي موجوده ماجنتيود من ديسربتر في التيم فايت هذا. وشوف لي البلاك هول على الليتش، شوف لي هنا ليتشي راح ديت بس قدر يجيب تريبل كيل بنفس الوقت، انفوكر هنا موجود يحاول يجيب كيل على ليتشي، سنو بول على انفوكر، ماكو مانا من تاسك وممكن هنا رايح التيم فايت، اربع كلات مقابل اونلي تو كيل بالنسبه لفريق بابلون. حاليا شو رايك بالتيم فايت؟ مشكلتهم حاليا اللي هي البلاك هول، مشكلتهم البلاك هول ما عندهم طريقه انه يوقفوها، لازم ياخذون حذرهم انه حاولوا تطبون سموك حاولوا تاخذون انيجما اول واحد، لان زفن حاليا هو فايز الفايت وتم كامل يعني يقدر يواجه اي واحد، بس اجى انيجما. شوف 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 او ماي جاد مان، ممكن نشوف تيم فايت ثاني مره ثانيه مره ثالثه. اكو انفوك ان انا ارزا موجود صراحه، بس بنفس الوقت انفوكر رايح على الهاي جراوند على ديسربتر سامثينج ان انا موجود يحاول يدخل بالتيم فايت يحاول يسوي ستان على ناجي، وناجي هنا ممكن راح ازداد بنفس الوقت، هنا ارزا يحاول يجيب الروشان قدر يجيب الروشان وياخذ الايجيز، هنا بلينك سريع من النجمة بالتيم فايت هذه، التي صراحه مس التي من اودي اي ثينك ما اعرف صراحه، او قدر يجيب كل على ديسربتر. ياب قدر او ريلي اخذ روشان من ارزا. ياب شوف لي هنا ابسولوت ديفاين عباس. anyway تيم فايت عركات تصير صراحه، عركات من الفريقين جيم كلش حامي. او ماي جاد ايتاتشي شنو يصير؟ فهمني من الادفانتج اللي يعني الى اقوى بهذا الماتش؟ يعني اكو ردة فعل كلش قوية من فريق اللي هو الريديانت، وحتى سانكينج راد تطب لهم روشان فالالتي تقلبها عليهم قلب ما خلوها طفر يرجع عليها لغا الالتي، اخذت الدور بعدها الالتي قبل على الفوكر اخذت كله من الفوكر. اذا اشوف الفوكر انه قبل بعد ما صار الفايت بروشان طلع لي بيباك ما تردد ولا ثانية واحدة، قال لك اوكي انه هذا الفايت لازم تفوزه ناخذ روشان ونفوز الفايت. ياب انا صراحه نشوف انه هيمو دي يلعب بوزيشن جدا صحيح، بنفس الوقت بعد ما اخذوا تيم فايت طاب على الجنجل دي يحاولون يفرون به دي يحاولون يزاحم فريق ديفينيتيز بهذه الماتش. نقدر نقول اولويه بالنسبه حاليا لفريق بابلون اي كوتاتشي لورا؟ هسه حاليا انا قلت لك بالبدايه، قلت لك بالبدايه راح تكون الفريق الريديانت الافضليه لهم، مستانات قويه عندهم زفندمج قوي عندهم اودي، هسه حاليا راح يصير مشكله انيجما لان حاليا كمل السبتر العفو البلينك وحاليا عنده البي كي بي راح يجي له بالطريق، ماكو ناقصه بعد 50 ذهب 50 ذهبايه. ياب
راح يمشي اموره، راح تكون اموره عال العال بالنسبه لفريق بابلون. يعني شنو الطريقه انه راح يوقفون بيها انيجما اذا لزم سفن او لزم اودي او لزم اكثر من هيرو؟ ياب حتكون صعبه، كل صعبه. ياب خلينا نشوف هنا شنو الحلول الموجوده بالنسبه لفريق ديفينيتي صراحه. اتفضل. لان باثنين بلاك هول شفناها هسه لحد الان انه ما عنده بي كي بي، وبلاك هول كل صحيحه مرتين سواء، فاذا جاب البي كي بي ايش راح تشوف من عنده؟ فراح يصير كلش مشكله. يعني انا اقول لك انه الطريقه انه اودي ما يطيح بالبلاك هول يسيف اثنين من جماعته، بس شنو راح يقدر يسوي بعدها؟ شوف هنا بيبي انفوكر ناجي دي يطفو حاله من تيم فايت، ما اعرف ممكن سوى لي عليه يدروا انه هو ديسربتر حاليا هنا موجود بالبوتم لين، او ما اعرف اذا شاف انفوكر ولا لا لان ماكو سنتريات. anyway خلينا نشوف هنا اللوتش ايش راح يسوي اللي هو يلعب صراحه هو التوب نتورك حاليا. طبعا شيء اكيد موجود اورزا هم كذلك بنفس الوقت موجود عند الفارم سريع. اي ثينك هنا حصل عركه كلش قويه، ناجي موجود، اورزا اورزا تليبورت، سانكينج هنا موجود مستعد الالتي مالته باي وقت. شوف لي هنا اورزا موجود، اودي للمرصاد اللي بنفس الوقت ماجنتيود على اورزا، بس البي كي بي موجوده، نايت ستوكر تليبورت سريع يحاول يطبوا بالتيم فايت. هنا عندنا داست من فريق الريدي فريق الداير دبل كيل نفس الباكيت، بلاك هول من انيجما وسن سترايك من انفوكر يحاول يطبوا بالتيم فايت. قدر هنا اودي يطلع من هذا البلاك هول بنفس الوقت، البوزيشن للتاس كل سيء، وات ذا سيم تايم اربع كيلات نظيفه بالنسبه لفريق بابلون وتفوق واضح للين. وهذا الماتش شكله رايح اكيوتاتشي بالنسبه لفريق بابلون بوجود هيمو وبوجود نايت ستاركر والتيم كلته خصوصا انفوكر. نفس ما قلت لك انه شفت اللقطه اللي صارت، انه قلت لك المشكله اللي راح تكون الفريق الريديانت انه راح تكون شو اسمه انجما اذا شوف لي زفن انه لعبته صحيحه قبل طب بالالتي فعل بي كي بي راح لي على اليمن على انجما يريد بس يضرب ستان ياخذ كل من عنده، لان مارتين هو اللي وقفه قبل انجما رده فعله كلش حلوه، بي كي بي ضرب بلاك هول اخذوا كل من زفن، كانت رده الفعل من انيما كلش حلوه البي كي بي. يب هي فوزتهم الفايت. يب تيم فايتات نشوفها حلوه من فريق بابلون. اي ثينك انه المشكله بلشت من البكات الخاصه بفريق ديفينيتيز، لان احنا حاليا دنباوع المستوى صراحه متقارب، بس البكات تلعب دور ايكيو تاتشي خصوصا مثل ما قلت انت على انيجما كلش دور قوي. يعني انا بالبدايه لما شفت انفوكر قلت او ناجي ما اتوقع راح يكون كل جيد، بس مثل ما قلت انت على الليفلات اللي مشوا على السبلات مالته صراحه صحيحه اللي بيجيبها بدايه الجيم اي بالارلي جيم بالناحيه الفارمنج. يب اي فهسه تغيرت الامور صراحه، يعني ادفانتج راحه بالنسبه لفريق تيم بابلون. حاليا اذا تشوف لي انيجما يبني رفرش حاليا، يعني راح تصير مشكلتين مو مشكله واحده. انيجما رفرش او ماي جاد مان، اذا جاب رفرش هذا يعني جارانتيد تو وين ذيس ماتش اكيتاتشي. يعني ما ماكو حلول بالنسبه لفريق ديفينيتي، شنو يقدر يسوي؟ قال حيفرمون زفينج قال راح يصعد بعد اكثر. اوكي حيجيب ديد لاس تدخل بالتيم فايت، وانيجما شو يسوي له؟ مثل ما قلت انت منو حيوقف انيجما ويا البي كي بي مالتك اكيتاتشي؟ سانكينج حتى ما راح يقدر يوقفه، ما يقدر يوقفه حرفيا. يعني شفنا قبل شوي ديسربتر حاول يسوي ماجنتي وحاول يسوي سانت ما سلموا، حتى انه زفن لما طب قبل شوي طبته كلش حلو، يعني طفر بلينك وضرب ستان بسرعه، بس رده الفعل من هذا اللاعب اللي هو 515 انا دائما انتبه لي باللعبات لعبه كلش حلو، رده فعله كلش حلوه، رده فعل سريعه قبل فعل بي كي بي. اوكي بلاك هول تعال زفن هلا بي كانش تدور عليك قتل. يب اكيتاتشي هالفريق بابلون دي تظن روشان حتى ينهون هذا الماتش. هل اورز اذا اخذ الايجز راح تكون اموره عالي العال؟ اكيد يعني الايجز انه افضليه للفريق اللي ياخذه، مع العلم انه هي هسه الافضليه الهم. انا اقول لك انه المفروض من فريق شو اسمه ريديانتس اللي هو فريق لوتشي انه بعد ما الفايت اللي صار اللي خسروه انه المفروض يسوون فايت ثاني بسرعه، لان الكول داون مال بلاك هول هسه حاليا هو الكول داون عنده تمام انه مستعدين هم سيلف فايت، يعني اي فايت راح يصير هم راح يخسروه لو يقتلون انيجما اول واحد. لو اتوقع انه اودي يروح بي كي بي، انه المفروض يروح بي كي بي على مود انه يقدر يسيف روحه ونفس الوقت يسيف جماعته من البلاك هول اذا ما صارت عليه.
Radiant's middle tower could use some help. اوكي 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 اكيو اتاتشي كلامك 100% مضبوط، بس شوف لي هنا ممكن اكو تيم فاي سريع من اورزي لازمي لك. سانكينج حطوا كتله، حتى الديسبتر ما قدر يلحق عليه. هيمو صراحة مبدع بهذا الماتش لحد الان. بنشوف السكورات مالته الموجودة، عنده تقريبا هاو ماتش، عنده 14 كل اكيو تاتشي من هيمو بهذا الماتش. صراحة انا منصدم بالاداء اللي موجود قدامنا. بنفس الوقت جبر فريق ديفينيتيز يلعبون هاي جراوند حاليا. التي هنا سريعة، بي كي بي موجودة، او ماي جاد مان، مس التي يحاول انه يجيب بيها كل على نجمة، بس بنفس الوقت نجمة كان عنده البلينج موجود. هذا راح يعطي ادفانتج بالنسبة للفريق بابلون حتى يدخلون بالتيم فايت، هم يبلشون للتيم فايت. يعني نشوف اورز حاليا متفوق اكيو تاتشي بالايتمات اللي عنده. شنو اللي يحتاج اكثر بعد حتى يضبط هذا الجيم يقفل هذا الماتش نهائيا؟ ما يحتاج شيء بالنسبه للوقت اللي هسه هو بيه، ما يحتاج اي ايتم مباشر، عنده بي كي بي، عنده بلينك، عنده بس طبعا التورات وادفع كريبات وجارنتي تو وين ذيس جيم. صح بالضبط، بس بالضبط اهم شيء اللي تعيد لي اللقطه انه مال فانتوم اساسينيشن. يقول اساسينيشن اساسينيشن حبيبي والله ما استوعبني. اوكي ماتش كلش حامي، ماتش كلش ناري حاليا. تنشوف فريق بابلون صراحه انا انصدمت بالاداء مالتهم اللي نشوفه حاليا. اورزم مستمر بالتيم فايتات، بس لازم على فريق بابلون يظلون بوشينج على التورات، يحاول يدفع اللاينات كلها مثل ما يعني مثل ما شفنا فريق تشريب جيمنج شلون قدروا انه يسددون كل الجهات، كل جهات الفارم على فريق الماتش اللي فات اللي هو كان منهم فريق تاتشي اكو تاتشي يا لعبه اللعبه اللي فاتت تشريب جيمنج كان و منو؟ اثنين سنه. anyway خلص شوف لي نانا ساند كينج. ساند كينج طخ طب التيم فايت النجمه ضحى على هاي السالفه. اوكي anyway سفن هنا رايح بالتيم فايت نفس الوقت ينتظرون روشان. ممكن يصير عركه على روشان، بس شوف لي هنا اكو يعني ممكن ينتظرون روشان. اورز 100% ينتظر روشان حتى يدخل بالتيم فايت هذا حتى يكون جارنتيد تو وين ذيس ماتش. اكو امل اكيو تاتشي بالنسبه لفريق ديفينيتيز؟ اكو بصيص من الامل او هيك يعني حتى لو شويه؟ والله هو انا اقول لك الا انه يفوزون لهم فايت، ما اعرف شلون انه يفوزون لهم فايت خطر والله يعني هذا اللي صراحه يعني ياب. زين يعني ايتمات ممكن تفضل انجما، شنو شنو الايتم ممكن تجيبه ضد انجما؟ بس الهيكس يعني ديسك حاليا اللي جايبه اودي انه يمكن يساعدك شوي، بس هو حاليا ده يبني رفرش يعني شنو اللي تقدر ما ياب ياب راح تكون مشكله كبيره بالنسبه لفريق ديفينيتيز. خلينا نشوف هنا روشون موجود. ما نعرف اذا حصير عركه، ممكن يكون هذه اذا صارت عليه عركه راح يكون اول مره تصير عركه على روشان. بس روشان طلع من مكانه وعنده هنا الفيجن موجود بالنسبه لفريق الداير. التنانين الصغيره موجوده، اتوقع انه راح يرحون سموك على التوب اذا عندهم. من اللي شال سموك؟ ما اتوقع لان نجم مستمر بالتيم فاي. شوف لي هنا رايحين على اي 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 طاب ضرب يعني شاد محرك طياره. زفن هنا راح يريد يطب على روشان، بس صراحه يعني يحتاج انه بوزيشننج على هذا الموضوع، لان شوف هنا اكو سنتريات ودي خاف انه اصلا يروح يسوي لها شيء. صعب يطب روشان وحده حاليا، بس انه حاول اللي الكريم اللي مال فوكر انه ما يطيح فيجن. ياب ما يطيح فيجن صراحه. فوكر يبدع بهذا الموضوع، قاعد لهم على روشان. اوكي شباب انا لازم لكم روشان مقاوله، اي واحد راح يجي يطب روشان راح اقول لكم. ما اعرف صراحه. نشوف هنا انفوكا اذا لعب هاي جراوند راح يعطي كلش ادفانتج قويه لفريقه حتى ياخذ روشان، لان اورزا صراحه ما قاصر ايتماته مفوله، واذا اخذ روشان خلاص يعني شوف حضر السلوت الموجود حتى يجهز للايجز، واخذ الشارد هم كذلك. يعني خلاص فريق هنا فريق بابلون مسيطرين بهذا الماتش 100%. ممكن نشوف هسه حاليا تيم فاي سريع على فريق ديفينيتيز بهذا الماتش. اكيو تاتشي سولف لي شلون يوقفون اورزا؟ والله اورزا اكو امل انه يوقف، بس تشكي لي شلون يوقفون انجما. اوكي اورزا طبوا له ستان، يطب له توسك، يطب له الالتي مال ديسربتر، بعد ما يجيب ستر ما اعرف مين يجيبه. اوكي بيها مجال، بس قل لي انجما شلون؟
اللي يمثل بلاك هول هو. ياب خلينا نشوف هنا حاليا فريق ديفينيتيز دي يلعبون هاي جراوند محصورين كلش بهذا التيم فايت حاليا. نفس الوقت اورزا جدا متفوق بالفارم مالته، الايجز عنده موجوده ما حد يقدر يوقفه حاليا، مستمر بوشنج على التورات، وهذا الشيء اللي شفناه عكس اللي شفناه ضد فريق افران سامون، يعني تعلم صراحه من اخطائه، وهذا الشيء كلش يعني حفزنا انه احنا نكمل بموضوع الدوتا 2 كوميونتي. شوف لي هنا ممكن يصير عندي تيم فايت، اورزا هنا حامي موجود عنده الشارد، اموره كلش تمام خلاص، انفوكر موجود بظهره، انجما موجود بظهره، نايت ستوكر صافن عليه قال له حبيبي تفضل تفضل اخذ الباركات اللي موجوده اللي فوق، راح تمشي امورك كلش كلش تمام، يعني ما حد يقدر يتقاوش وياه صراحه. نشوف لي هنا او ماي جاد زفين موجود عند الديدلاس بتيم فايت، بس اورزا موجود هم كذلك عند البيكابي، قدر يوخر من عند الايجز بنفس الوقت، اي اي رايح هنا التي، نايس تايمينج للاي اي، راحت على الديسربتر بنفس الوقت، انسحب تكتيك يشوف لسان كينج، او ماي جاد يول سريع من انجم لحد الان ما شفنا البلاك هول، وهنا نشوف التي على اورزا وبلاك هول وسنس ترايكات، او ماي جاد مين باي باكات سريعه، يحاول يرجع فريق ديفينيتيز للتيم فايت مره ثانيه، اوكي او ماي جاد مين تربل تربل من اودي بهذا التيم فايت، اكيو تاتشي وات Oh my god OD OD الله على الالتي مال OD man OD قتل يقتل 3 heroes at the same time تاتشي thank you تاتشي غرد التي سولف لي من OD هنا التي كلش حلوه من OD هنا انا هيجي بواعص فنان قلت هذا فريق ديفينيتيز جي جيز خاسرين هذا الجيم، الالتي تايمينج مالتها يعني صراحه فظيعه، وشوف اللي يعني اللي جمعها 475 عند اودي اكي تاتي يب السكل الثاني مالته، الباي باك كلش فادهم صراحه كلش فادهم بهذا التيم فايت الاخير، بس هل راح يقدرون يوقفون على بوجه فريق بابيلون اكي تاتي؟ ما مو الافضليه انه نسالهم يبقون هاي جراوند، انك ما طلعوا انه ما يدرون بيه حاليا عنده رفرش، ياب انك ما موجود عنده رفرش، فعله فعله رفرش شكله طابع على تيم فايت اكيد لان طالعين باي باك، هم هي هو كان عنده عليها كول داون فعل ريفرشنج ما اعرف صراحه، نشوف لي هنا زفين راح ديد، شوف لي هنا نايت ستوكر صار يتش بنفس الوقت بلاك هول من انجما وسنس ترايكات من ناجي بالتيم فايت، واثنين تو كيلز جارانتيد تو كيل من فريق بابلون، نفس الوقت التي على انجما وانجما از ديد، بس ارزا موجود الا بالمرصاد، وهنا سانكن داخل وحده بالتيم فايت، ديسربتر كلش بعيد وما يقدر يسوي له اي شيء صراحه، دبل كيل من ناجي بالميد لين، وباي باك سريع من اودي يحاول يلعب كمدافع بالبيس، اكيو تاتشي صح اودي قدر يجيب التي قدر يجيب تربل كيل، بس هذا مو معناته انه هو راح ياخذ الادفانتج بهذا الماتش صح لا مو صحيح؟ كان الفايت مع الاوتي اللي غبيت التروبل كيل انه اوكي رجعكم شوي للجيم سويتوا ديفند، بس مو انه طبوا لي بوش عليكم وانتوا ثلاث يروات عندكم باي باك، يعني زفين لما راح صعد هاي جراند ومات يعني الداي باك، يعني عندك دقيقتين دقيقتين شو راح تقدر تدافع؟ يا بستعجل صراحة، هذا ادفانتج بالنسبة لفريق بابلون اكثر، يقتلون على اودي وهنا اودي ظل صافن ما يقدر يسوي اي شيء صراحة، حتى نفس ما قدر ياخذ، لان عندنا هنا اربع وحوش موجوده عندنا حتى اي اي، يعني صراحه الالتيات مال اي اي كلها بيرفكت، والبوزيشن مالتها والتايمنج مالها كلش حلو، ساعدت فريق بابلون انه ياخذون التوب والميد بيس، وهنا ممكن نشوف رايحين على ميجا كريبس، كل فريق ديفينيتيز ما عندهم باي باكات رايحين كولد داون، بس دي حاول يقول لك احنا نشبك باخر الامل، لان احنا نعرف انه هذا البطوله بيس اوف 1 للاسف بيس اوف 1، لان نشوف قدامنا ماتشات خرافيه، بدنا نشوف قيومة يعني جيم على جيم كل ما يقدم بالبطولة بيقول الكيم خرافي، وراحت الايجس عند اورجا ميجا كريب سوري هنا راحوا فريق عندنا بابلون ميجا كريب
وممكن انه هون هذا الجيم ممكن راح يكون هنا راح نشوف نهايه الجيم، اللي شفنا صراحه الباي باك من اولي ما كان الى اي فائده بالجيم الاخير، ما قدر يوقف ضد دول الوحوش اللي قدامنا بنفس الوقت. اوكي 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 شوف لي هنا اللوتشي داخل واحده بالتيم فايت على ناجي يحاول يشيل كريت، بس بنفس الوقت التيم فايت ماله موجود عند البي كي بي. بنفس الوقت اورزا رايح على تيم فايت، سنس ترايكات من ناجي بالتيم فايت هذا لكن ما حطار بيها. بنفس الوقت عندك هنا الليتشي استوى طلع من البيس وليتشي از ديد، ونايت ستوكر ملخ فريق ديفينيتيز. بنفس الوقت هذا الماتش رايح 100% بالنسبه لفريق بابلون، مستمر هنا تفت يحاول يبقي اخر امل. عندنا هنا تورنادو مانا اكستراكشن طلعوا برات الماب حاليا التيم فايت، وخمس كلات نظيفه بالنسبه فريق بابلون على فريق ديفينيتيز. جي جيز والبليد من فريق بابلون قدروا يتفوقون هذا الماتش على فريق ديفينيتيز. اكيو تاتشي تحليل سريع، سولف لي شنو اللي صار. او ماي جاد مان، سولف شنو اللي صار وش وقت انتهى الجيم. صار لك عليا انه الفريقين لعبوا لعب قوي كلش، زفن لعب لعب قوي، اودي لعبه كلش حلو، صار انفوكر عندك لعبه قوي، مهيمن ما توقعنا منه هذا اللعب صراحه. يعني احنا توقعنا شفنا له جيم يعني انه يلعب بي اي وترول يب. اللي شفنا له هي بي اي انه ضل 24 ساعه يفرم ويدور على، لكن الجيم مال ترول انه ما طف فايتات صحيحه ويا جماعته. هنا لا شفنا العكس، انه طف فايتات صحيحه ويا جماعه، جاب الديفيوزر وراها بلينك سووا فايتات قويه، وراها بي كي بي ما قدر يسوي ذا الشيء بعد اودي. فيعني اللعب تغير عندهم كلش هوايه بالنسبه لفريق بابلون. اما بالفريق اللي يعني هاي اللعبه يعني بصوره عامه انه اتوقع انظلموا بالبكات. البكات يعني ياب بندوا اثنين هيروات اللي هي تعتبر كاونتر الانيجما. انيجما هنا سوى شغل كلش فظيع بالجيم، ف يعني كان السبب الرئيسي بالفوز مالتهم هي انيجما، خاصه انه زفن بالبدايه شويه اذا تشوفه انه اندقر انه من نايت ستوكر، يعني اخذوا كلات منه ومن ديسربتر، فبس الافضليه ترجع لهنا البيك مال انيجما اللعب مالته اللي كلش يعني صحيح. ياب مان جيم كان كلش حامس صراحه، لهذا السبب انا اختارته حتى اسوي له لايف ستريمينج اليوم على هذا الماتش، واستمتعت كلش بالماتش. الفئه يم مساويه، ممكن نقول البيكات هي كانت ادفانتج اكثر بالنسبه لفريق بابلون. ات ذا سيم تايم فريق ديفينيتيز ما قصروا وحاولوا يعني يدخلون بالتيم فايتات، حاولوا يسووا شيء بالماتش هذا، لكن للاسف ما قدروا يوقفون فريق بابلون بهذا الماتش، وقدروا يتفوقون 100% على فريق ديفينيتيز. لهنا وصلنا لنهايه الماتش، شكرا جزيلا لانتم تستمعون لي. كان وياكم ذوذ العراقي واكيو ايتاتشي. لا تنسوا السبونسر والراعي الرسمي للاتحاد اللي هو شركه اسيسيل. هنا وصلنا لنهايه البث، مع السلامه، تصبحون على خير.